صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم. اظن كان نفسكم في اورينتيشن داي، نفسكم في اورينتيشن داي، هو احسن اورينتيشن داي ليكم، ما اتعملش لاي حد تاني صح؟ اخبارك كويس؟ اهو بالظبط كده. طبعا نشكر الدكتور سيد، ويعني قبل ما نبتدي كده احب اعرفكم دكتور ايمان. دكتور ايمان هي الدين الجديد في كمبيوتر ساينس ان شاء الله، وعايزه تقول لكم كلمه سريعه كده وبعدين نبتدي بقى احنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ ان شاء الله هتبقى بدايه خير. بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض ان شاء الله هبقى معاكم. عملت الكلية من يوم 1/9 إن شاء الله اللي جاي، وبإذن الله تبقى السنتين اللي فاضلين مع بعض تبقى ممتعة جدا على ما تتخرجوا. فهتبقى هنغير الفكرة تماما، عايزين طبعا مع كل مجهود والحاجات اللي اتعملت معاكم جزاهم الله خيرا، هنبقى في نقدر نقول في كامب. مش هنقول إن إحنا بناخد كورسات ونخلص ودراسة وشهادة والكلام ده، لا، إحنا في كامب وفي تعليم متواصل. أنتوا إن شاء الله الأورينتيشن ده معمول عشان تحددوا تخصص. فيعني اعرفكم بكلمتين سريعا كده عن نفسي. استاذ دكتور ايمان كرم، نقدر نقول ايه لما بنيجي نتكلم او نلخص نفسنا؟ نقول ايه الهاي اندكس 5، نقول بيبرز مثلا في الاي اي 59، نقول 25 بيبرز، 25 تيسيس وديزرتيشن، رسائل وطلبة ماجستير ودكتوراه طلعوا تحت ايدي، وان شاء الله تبقوا احسن من كده كمان. بالاخر انا اشتغلت في الاي اي، كل الثلاث تخصصات بتاعتكم اشتغلت فيها. مش هصعب عليكم الاورينتيشن، بس هقول لكم ان ايه، ان احنا يعني في مجالنا الدنيا مفيش شارب باوندري ما بينهم، هما داخلين في بعض. فوانت في كل تخصص هتعرف الباقي كله، ولو حبيت تغير في اي وقت انت بتختار. عشان تختار انت محتاج تختار مع يعني الاول نقول تستخير، يعني بمعنى ان ايه ربنا يساعدك في النادي، يعني تسال ربنا يعينك على الاختيار. الحاجه الثانيه ان انت تستعين بالبشر تجيب معلومه عشان تعرف تختار، والحاجه الثالثه تستفتي قلبك، وبعد ما تختار تطلع حلوه وتطلع وحشه هتكمل فيها وتقدر تغير في اي وقت يا حياتك. طالما عملت كده يبقى لازم تبقى بينك وبين نفسك عارف انها اكيد هي دي الصح، لانك عملت اللي عليك وده غير. بعد كده في كل حاجه هتختارها محتاج تعرف حاجات ثانيه. اعرف انا بقول لك احنا اجيال قبليك كنا بنشتغل اي اي، اشتغلنا في الثلاث تخصصات بتاعتكم وطلعنا فيها بيبرز انترناشونال عادي جدا. الموضوع مش انا مشيت في حته يبقى الباقيين انا ما اعرفهمش او مش بتوعي. مفيش في الكمبيوتر ساينس دي. الاكسبيرينس بتاعتك مش بالسنوات، دي ميزه هذا التخصص، بالساعات والدقائق. افتح كوجل ده هتلاقي فيه كومبيتيشنز طول الوقت بفلوس، واكسب فيها وحل تيست بروبلم واعمل بروبلم سولفنج طول الوقت. وهعمل لكم مسابقات شهريه بمشيئه الله، اشوف السكول اللي عملتوه ونعمل ورك شوب مع بعض طول الوقت نتعلم ونعلي السكيلز بتاعتنا، واللي ما يعرفش يعلم الباقي. علشان دي اخر حاجه عايزه اقولها لكم، مش مفترض ان انت تحسن نفسك بس، انتوا كدفعه في الاول خالص اول دفعه تتخرج محتاجين تبقوا كلكم كويسين مع بعض. بمعنى ان لو انا لوحدي شاطر وجت في مقابلات شغل ودخل اكتر من واحد سيء يعني من نفس المكان بتاعي سيء، بوظ سمعه الباقي. فحاولوا مع بعض تبقوا كلمة دفعة زي ما في الجيش وفي الطب وفي الحاجات دي كلها. لازم تعرفوا ان ده مهم قوي، وخصوصا ان مفيش باك جراوند او هيستوري سابق ليكوا هنا. انتوا اول دفعة تطلع، فانتوا هتبقوا يعني احتسبوها كده لله ان انتوا هتعملوها علشان نفسكم وعلشان كل اللي بعديكم. واحنا ان شاء الله معاكم طبعا بكل اللي نقدر عليه ان شاء الله. وفرصة سعيدة جدا ان شاء الله وبتاريخ خير باذن الله. شكرا. طيب اول حاجه عايزين نبتدي بيها بقى، يعني عايزين نوري الدكتور ايمان كده ان احنا عندنا ناس جامده جدا عاملين شغل كتير جدا. اولا احنا هنبتدي بتكريم مجموعه كده من الطلبه، اكيد انتوا عارفينهم وعاملين حاجات تشرفنا كلنا. وبس احب اقول حاجه صغيره، ان دكتور ايمان التكريم ده حتى لو كان العدد الصغير ده، بس حقيقي كلهم عاملين سيرتيفيكتس وكلهم مشتغلين على نفسهم، يعني
يعني الدفعة دي الحقيقة فيها ناس لما قلت لهم وروني انتوا عملتوا ايه خلال السنة اللي فاتت والسنتين اللي فاتوا، يعني جاتني استاجيت قد كده فيها شغل كتير جدا هم عاملينه، بس هنوري حضرتك عينة صغننة منها. طيب احنا اول جروب هنكرمه هم الجروب اللي كسبوا وان اوف ذا توب 10 المينا ريجن اللي هو ميدل ايست ونورث افريكا كلهم في التشالنج بتاعت جوجل. طبعا احنا ليديز فيرست فهنبتدي ميرنا. فين ميرنا؟ اتفضلي يا ميرنا. عايزين نكرم كمان ملك علشان هي اللي كسبت، هي اللي مش هي اللي كسبت يعني، هي دلوقتي الليدر بتاع جوجل في اس دي اس سي. فين ملك؟ ملك ما جاتش. طب ممكن حد يستلمها لها؟ يعني حد يستلمها لها ويسلمها لها لو جت هنصورها الصوره بتاعتها. فبجد مرسي ليكم كلكم على تعبكم وعلى احنا ما بنحب نفتخر بكمبيوتر ساينس وعندنا شغل كتير جدا نقدر نقدمه، وعلشان الشغل ده يتقدم فاحنا اكيد محتاجين ناس اوف جود كواليتي وبيشتغلوا معانا ليل ونهار وتعبينهم وقرفينهم طول الوقت. فعايزين نكرم كلنا نجوى. السلام عليكم. انا مش جايبكم النهارده بلاسه والله، بس انا عارف ان احنا دايما من الخبره بنتسال سؤال وانا اختار الميجر بتاعي على اساس ايه، تمام؟ وطبعا انتوا ما شاء الله الثلاثه ميجرز دولت يعتبروا هم دلوقتي اللي في السوق، يعني ايه السبوت زي ما بيقول. انا قلت مش انا اللي هتكلم، انا هجيب لكم ناس خبرة من السوق شغالين بايديهم وهم اللي يتكلموا معاكم، وبناء عليه حضرتك اسأل زي ما انت عايز، بس طبعا ايه هننظمها شوية، تمام؟ فاحنا النهاردة معانا الباشمهندس اسماعيل الدهشان، ده واحد من البايونيرز في الكلاود والموبايل كومبيوتينج، ومش عارف انا مش هقدمه، هو اوريدي هيقدموه، تمام؟ ولكن ده صديق عمري يعني اخويا الصغير، تمام؟ واشتغلنا مع بعض في مركز معلومات اس مجلس الوزراء، ومحاضر في جامعات في افريقيا كتير جدا، واخدين بالكم مع شركه اي بي ام، تمام؟ في التخصص بتاع الكلاود اند موبايل كومبيوتنج. ومعايا الباشمهندس احمد هشام فرج، تمام؟ ده بقى قريب من سنكم، حتى جاي بالايه؟ بالقميص والتيشيرت، مش لابس بدله ولا حاجه، خلاص؟ ده راجل اللي هو تخصص جامد في كيتشن، تمام؟ عشان يعني اكلمكم عن الجيمز والتخصص بتاع الجيمز وفرص العمل اللي موجوده في الجيمز. ومعانا الدكتوره سالي من جامعه المنصوره، برضه شغاله في الفيلد بتاع الداتا ساينس
واللي هتكلمكم ان شاء الله عن الداتا ساينس. احنا هندي لكل تخصص من ربع لتلت ساعه، تمام؟ وبعد كده بعد ما نخلص الثلاث تخصصات اللي عندك اي اسئله هتبقى مفتوحه بالنسبه لكم. اوكي، شكرا. طيب احنا هنبتدي بقى هنبتدي بالجيميفيكيشن. ماشي باشمهندس احمد الشحبار، اتفضل باشمهندس. شكرا مستر على المقدمه. يعني انا جاي قصد الله ان اجي اقول لكم بس نظره، مش جو البدل فورمال قوي ده في الجيم ديفلوبمنت، هو في الغالب كل الناس كده حتى البروجكت مانجمنت والناس الدنيا فيه شويه. انا اصلا كنت خريج هندسه عين شمس قسم الكتريكال باور انجينيرنج، وبعد ما خلصت عملت شيفت كارير دخلت اي تي اي واشتغلت بقالي 6 سنين في المجال. دلوقتي شغال في شركة اسمها ديجيت جيم ستوديوز في أيرلندا. اشتغلت على حاجات كتير، عملت شركتي فترة قفلنا، واشتغلت في شركات هنا طلعت جيمز على ستور. ليه أنا دخلت الجيم ديفلوبمنت؟ أنا لما يعني أنا دخلت هندسة زي أي حد، جيت مجموعة في ثانوية عامة تخش ايه هندسة والحاجات دي كلها، وما كنتش وقتها حددت. بعد كده وانا في الكلية ابتديت اكتشف ان انا بحب البروجرامينج، وكان عاجبني فكرة ان انا اعمل الجيمز بتاعتي، الجيمز اللي بلعبها دايما الكلام ده كله. وبعد ما اتخرجت ابتديت سيلف ستادي شوية، والاي تي اي طبعا كان بوش جامدة جدا. بعد كده الحمد لله ربنا وفقني اني عملت شركة، سافرت ماليزيا في اكسليتور بروجرام، رجعت مصر قبلنا شوية بس الموضوع ما نفعش للأسف. اشتغلت في شركة هنا عملنا بروجكت كبير كان اسمه سيرفيس، الجيم موجود على ستور دلوقتي. بعدها اشتغلت في شركة اللي أنا فيها. ليه ايه هي الجيم ديفلوبمنت؟ ايه الرولز اللي فيه؟ ايه اللي احنا فيه؟ انتوا هنا ككمبيوتر ساينس هتركزوا أكتر على الجانب اللي هو بروجرامينج، ففي حاجات كتير جوه الجيم ديفلوبمنت. في طبعا انت تشتغل على كلاينت سايد، في الغالب معظم الناس بتستخدم حاجه من الانجنز اللي موجوده زي يونيتي 3 دي لو حد سمع عنه، او انريل انجن لو في منكم هنا اوريدي يعني دخل يدور خد توتوريالز حاجات زي كده. يعني الموضوع مش صعب قوي، انت محتاج نولج مش كبيره قوي في السي شارب في الاول، بس كل لما ادفانس كل ما تعوز تعمل حاجات معقده اكتر كل ما تحتاج تتعلم وتسيلف ستادي وتدور و تفهم الدنيا عامله ازاي. انريل برضو شغال سي بلس بلس. كل ده طبعا هي ممكن بقى نخش ننقل لحته بقى فرص الشغل بالنسبه للاثنين. بره طبعا في يونيتي وانريل الاندستري بتاعت الجيم ديفلوبمنت كبيره جدا، في شغل كتير جدا، في ناس كتير جدا، ظروفه مش فيها حاجات حسب البلد اللي هتروحها. بلاد تحفه بالنسبه للجيم ديفلوبمنت زي فنلندا مثلا، دي جنة الجيم ديفلوبمنت، فيها روبي مثلا يعني انجري بيردز وحاجات كده. بس في مصر هنا الدنيا لسه برضه بتبتدي، يعني بقى لها مده بتبتدي، كورونا عطلت الدنيا شويه. بس كل سنه الدنيا بتتحسن، يعني برضه عن وقت لما انا مثلا طلعت من الاي تي اي الدنيا احسن كتير، فرص اكتر في حتى ابلكيشنز الجيميفيكيشن، مش مجرد بس انت بتعمل جيمز، في education، في serious games عامة مش لازم تبقى educational يعني. موجود حاجات كتير، أنا اشتغلت على حاجات منها، اشتغلت على games serious و games مش serious. في opportunities بس في مصر لسه. الميزة من الكورونا إن الدنيا فتحت شوية في الريموت وورك والفريلانسنج والكلام ده، بقى أسهل بكتير جدا، بقى في فرص حلوة إن أنت تشتغل بره أو تشتغل ريموتلي من هنا. بس تيك experience كتير. مهم جدا التركيز على فكره ان انت عندك بروجكتس خلصانه وطالعه. فدي حاجه مهمه ان هو فينشنج البروجكتس بتاعتك من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها في المجال ده. وهي دي السلطه اللي ناس كتير بتقع فيها. كله بيخش يبتدي اللي هو ايه دي اول بروجكت اللي هو هعرف جات لي فكره حلوه وعايز اعملها وانفذها، واقعد شهر مثلا شغال عليها بعد كده يزهق ويجي له فكره جديده فيسيب البروجكت نص خلصان. دي يعني
اكبر غلطه ممكن تعملها في المجال. واهم حاجه ان انت تلاقي فرص ان انت تتقدم حتى كانديفيدجوال، يعني انت تبقى احسن انك تخلص البيرسونال بروجكتس بتاعتك. في الجيم ديفلوبمنت انت ممكن تشتغل في الفرونت اند، ممكن تشتغل في الباك اند، ممكن تشتغل تولز انجينير، انت بتعمل تولز للديفلوبمنت نفسه، ممكن تشتغل في سبورتنج تكنولوجيز حاجات ديف اوبس. ممكن يعني في زي اي شركه سوفت وير ثانيه في ديبارتمنتس كتير. مهم في برضه جرافيكس بروجرامينج، انت ليه حاجه عايز تشتغل بحاجات ماشيندرز وحاجات زي كده. مهم انك برضه تختار الاتجاه انت عايز تروح فيه. الجنراليست هنا شغال غالبا لو هتشتغل في مصر هتشتغل جنراليست، قليل قوي اللي بيشتغل سبيسيفيكلي في حاجه معينه. كله بيشتغل جورنالست، بيشتغل فرونت اند، باك اند، فول ستاك تماما، جرافيكس بروجرامينج، ماشي اللي انتوا عايزينه مع بير. بس بره بيبقى مطلوب منك تتخصص في حاجه، هتلاقي هم عايزين جرافيكس بروجرام، هم عايزين فرونت اند كلاينت انجينير، عايزين باك اند. كل ده مهم جدا ان انت تبقى فاهمه، ومهم ان انت بعد ما تخش وتفهم تاخد جنرال بيكتشر عن المجال وعن الديبارتمنتس اللي فيه كاتيجوريز، انك تختار ايه اللي هتسد. في ناس بالنسبه لها نتوركينج، انا حابب نتوركينج واعمل مالتي بلاير انفراستراكشر حلوه حاجات زي كده. في ناس حابه لا اشتغل على اليو ار ما فيهاش حاجه، فرونت اند اشتغل بقى انجن، بقى شغال ان انا باوبتمايز الانجن نفسه او بقعد عليه، تقدر تعمل كده فور ريل. بس يعني ف ده يعني اوفر فيو سريع عن المجال. طيب التخصص الثاني بقى بتاعنا الداتا ساينس. باشمهندس اسماعيل دهشاب اتفضل. انا اسف دي غلطه مني. اتفضل. باشمهندس اسماعيل هو سينيور تكنيكال كونسلتنت وانستراكتور في المياه، عنده 15 سنه اكسبيرينس ديليفرينج اي بي ام بروفيشنال تريننج في ويب سبير تكنولوجي موبايل اند كلاود تكنولوجي، و هي هاز ا ديب نوليدج اوف اي بي ام سوفت وير ديفلوبمنت ادمنستريشن بزنس جدا ان حضراتكم النهارده يعني، وشكرا لدكتور سيد يعني الدعوه القديمه طول الوقت يعني اللي شرفني. الحقيقه يعني قبل ما ادخل في تفاصيل الميجر بتاع الموبايل والكلاود خليني احكي لكم حكايه صغيره كده. واحده من اسئله ابني الصغير يعني كتير، هو شخصيته قويه شويه، فبيقول لي بابا وانت بتشتغل ايه؟ فطبعا قلت له انا بشتغل كمبيوتر ساينس. انا من عارف ده بقوله في المدرسه، انا بقول كده في المدرسه بابا بيشتغل مهندس كمبيوتر، بس الناس كلها بتشتغل مهندس كمبيوتر. فالحقيقه رحت استفزني فاخدت العربيه ومشينا في قريه ذكيه، ومشيت على كل الكاستمرز. كنت اول مره في حياتي اتفرج على كاستمرز بتوعي اللي انا عملت معاهم شغل، فمشيت على كل الكاستمرز اللي شفتهم في قريه ذكيه، قلت له احنا في فودافون عملت كذا، في السي اي بي انا عملتهم الميدل وير اللي عمل الكور بانكينج، في البريد عملت لهم الاناليتكس، لقيت عملت شويه حاجات كتير جدا. فهو رجع مبسوط جدا. فقعدت انا وهو عشان تو ماكسمايز يعني النولج اللي هو خدها او اللي هو عرفه ده، لما تيجي انا وانت نقعد نعمل موبايل ابلكيشن، حاجه من الحاجات اللي انا بعرف اشتغلها. وعملت كروس بلاتفورم بتاع اي بي ام لو حد عارف، اسمه موبايل فيرست بلاتفورم، وفتحت عملت له موبايل ابلكيشن صغير كده. طبعا قعدت انا وهو اوريله الشغل بيتم ازاي، وقلت له انت هتحط رقم التليفون وتضيف كونتاكت بايديك على النيتف فانكشنز. فالموضوع الحقيقه يعني كان عاجبه جدا جدا لسببين. السبب الاول انه حس انه في حاجه بايديه انا عملها، والحاجه الثانيه انه ده خليته ياخد الموبايل معاه المدرسه، وكان هو الوحيد معاه بيرميشن ياخد الموبايل معاه المدرسه ثاني يوم في المدرسه ويوريه زمايله بقى انا معايا موبايل ابلكيشن وانا اللي عامله مع بابا وماما. المجال بتاعنا الاي تي عموما يعني بشكل عام، وخلينا نختصره في ثلاثه ميجرز اللي انتم اخترتوهم في الكمبيوتر ساينس اللي هم the age of technologies right now يعني data science او بيم او موبايل اند كلاود. خلينا نتكلم على موبايل اند كلاود كومبيوتنج. اتمنى يكون
يعني الجزء الاولاني بتاع الجيم ده طبعا هو برومسنج جدا والناس كلها بتحبه وورث يعني. بس الكلاود والموبايل الحقيقه هو اذا حد عايز يعمل بروجكتس بسرعه وعايز يطلع حاجات لها اتشيفمنتس ويطلع شغل كويس ويدخل سوق العمل بشكل كويس جدا، فهو عنده هو الحقيقه هو ما يعتبرش تو تراكس يعني، لان لحد كبير جدا انت ليه بتختار الموبايل؟ انتوا عارفين اللي هيشتغل موبايل ابلكيشنز هيبقى واحد من اثنين، يا اما هو بيعمل الفرونت اند ابلكيشنز بتاعت الموبايل اللي حضرتك بتشوفوه لما بتنزل اي ابلكيشن من اي بي كي فايل لو انت على عندك اندرويد، او على اي او اس لو انت على الابل يعني. ده الفرونت اند، يعني لو فتحت اميريتس ام بي دي على طول اللي هو ده الموبايل ابلكيشن بتاعي دلوقتي، ده الفرونت اند بتاعي اللي المفروض انه بيكلم الباك اند بتاع البنك اللي بيسمح ببعض العمليات اللي موجوده. فانت شغلتك كديفلوبر مش بس الموبايل ابلكيشن كلاينت سايد، لان كلاينت سايد له الياته والباك اند له الياته. والشاطر طبعا اللي يقدر يعمل الاثنين او يتخصص في واحده منهم بشكل باورفول عشان يشتغل كويس جدا. هي علاقه الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت بي، لان هم كتير الحقيقه لو انت شفتوا اذا كنت بتشتغل على بلاتفورمز، بلاتفورمز دي اقصد بيها طبعا اندرويد او اي او اس او حتى على ويندوز او لو حتى فيتشر موبايل، لو حد عنده حاجه على تابلت او حاجه من الحاجات اللي فيها صناعات معينه بتشتغل عليها ابلكيشنز بتاعت الموبايل. فالحقيقه الموبايل ابلكيشنز اذا كان هو اندرويد ولا اي او اس ولا ويندوز بلاتفورم او هو كروس بلاتفورم، كروس بلاتفورم معناها ان انت هتعمل موبايل ابلكيشن بشكل عام وكان بي اكسبورتد واكسبوزد از ان هو في له كذا فيرجن، يعني نفس الابلكيشن ده تقدر تطلعه نسخه اندرويد ونسخه اي او اس. انما كمان اللي دخل في الموضوع لان العالم بتاع الموبايل ابلكيشن ما بقاش فكره صغيره بتنفذها، وان كان في افكار رائعه شغاله وبتكسب فلوس كتير جدا زي ما انتم شفتوا اوبر واير بي ام بي والكلام ده، جاست ان ابلكيشن. وفي اخر ريفينيو في العالم في 2020 كان محقق 35 مليار دولار في اول انيوال، فده معناه انه رقم كبير جدا حتى اكثر من الشركات الكبيره دي. امازون بتكسب كويس جدا من ورا الموضوع بتاع الابلكيشنز بتاعت الموبايل والكلاود سيرفيس. الكلاود بقى الحقيقه ايه علاقته بالموبايل؟ لان الحقيقه عشان زي ما بقول لكم الموبايل ما بقاش فكره ابلكيشن بتعملها وخلاص، انت كمان عايز تماكسمايز الابلكيشن بتاعك ده بحيث انه يتاتش تكنولوجيز جديده، افكار جديده، بيزنس جديد. فالكلاود سيرفيسز دخلت في الموضوع. الكلاود سيرفيسز ديت معناها ان في شركات كتير جدا بنسميهم احنا كلاود بروفايدرز، اللي هم زي ما انتم سمعتوا قبل كده عن امازون وجوجل واي بي ام مايكروسوفت اوراكل، كل دول عندهم كلاود بروفايدنج سيرفيسز، هو بيقدر يديك الخدمات جاهزه وانت تستفيد منها بقى. ولو اكيد درست ده هتبقوا درستوا الفرق ما بين الاس اي اس والبي اي اس والسي اي اس او الانفراستراكشر اند سيرفيس. يعني السي اي اس يمكن هو ده اللي شويه الناس المفروض تدخله بشكل كبير، وانا ادعوكم ان انتم ده المجال اللي لو دخلتوا على الكلاود والموبايل اللي محتاجين تشتغلوا عليه اكتر، اللي هو كونتينر از سيرفيس. لان الدنيا كلها دلوقتي بقت ازاي يعمل الشغل بتاعه بشكل كبير جدا تو ماكسمايز كل الديبلويمنت انفايرمنت الموجود عنده بشكل يخليه يطلع بروجكت كبير في وقت قليل. وهي بقت الفكره كده، الفكره ان انت مش انت تقعد تديفلوب سنتين عشان تطلع ابلكيشن يكون حد سبقك وخلصه في شهرين باستخدامه لبعض التولز اللي موجوده. فالكلاود سيرفيس فيه كتير جدا من الكلاود سيرفيس اللي ممكن تشوفوها وتتعلموها في اللي انا فاهمه ان الكليه طبعا بتديكم بعض من الكلاود سيرفيس بروفايدر زي هواوي، وان شاء الله اون تراك يعني في ناس ثانيه هتشتغل معاكم. بس الحقيقه انا عايز اقول لكم مفاجاه ان انت مش محتاج قوي انك انت تو سبيند مور لا فلوس ولا تايم عشان تتعلم كلاود سيرفيس. لو ادعوكم جميعا يعني ممكن تدخلوا على اي شركه من الشركات زي اي بي ام، اي بي ام على اعتبار ان انا اكثر شركه اشتغلت معاها وحضرت لها يعني محاضرات. عندهم الكلاود ممكن تدخلوا اي بي ام كلاود هتلاقي ليك اكونت كده تستخدم الاي دي يو اكونت بتاعك لمده 6 شهور تقريبا فري اكونت ممكن تستخدمه عشان انا عايز اتخيل انك ممكن تعمل اي ابلكيشن within 2 3 days كامل وتستخدمه وتقعد تكتب فيه اكواد كتير جدا. وات ايفر انت بتكتب كود ايه هتلاقيه بيساعدك، يعني انت بتكتب مثلا واحد بيحب يكتب جافا فهيكتب جافا كويس،
هيلاقيه بيديله البلاتفورم بتاع جافا. واحد بيحب يكتب مثلا نود جي اس هيكتب نود جي اس، انجلر وات ايفر، وبيديله ريد بيسموها ريدي ميد سيرفيسز كده جاهزه، زي مثلا سبيتش تكست مثلا او ان ال بي او اي حاجه من الحاجات دي، ده له جاهزه والشركات مجهزه نفسها للموضوع. طبعا هي مش عاملاها فور فري، هي عاملاها للتجربه في الاول على اعتبار انك تتعلم انت فيها وتطلع ابلكيشن له قيمه. بعد كده لو استخدمت الابلكيشن ده عشان تبيعه، ده بقى له حساب ثاني. يعني دايما الناس دماغها بتقف عند الحته دي، الابلكيشن ده لو انت استخدمته كوميرشال ده موضوع ثاني، بس انتوا في اطار ان انتوا تعملوا ابلكيشن وتتجربوا فيه الشغل وتطلعوا نتائج كويسه جدا. المجال بتاع الكلاود والموبايل هو اقرب تراك لفكره ان انت تعمل ديفلوبمنت وتبقى ابلكيشن ديفلوبر. خليني اقول لكم انا بدات ازاي. يعني انا كمبيوتر ساينس، جبت ده كويس، دخلت الاي تي اي. قبل ما اتخرج الاي تي اي كنت مسيرتفايد جافا، على بال الموضوع بتاع الجافا، فكنت ثالث واحد في الشرق الاوسط سيرتفايد كل الجافا في الشرق الاوسط كله، ودي اديتني ايدج كبير جدا، خليت طول الوقت احس ان انا واثق من نفسي وانا بشتغل على موضوع الجافا ده. وبعدين لقيت الموضوع بيتنقل معايا من مرحله لمرحله، وان شاء الله تتنقل معاكم مرحله احسن من كده. يمكن التسارع عندكم اسرع شويه من عندنا، احنا كنا الدنيا شويه عشان نلاقي حد يعلمني، فكنت بتقعد كتير اما تلاقي واحد بس يعلمك تقعد جنبه لغايه ما يعلمك. دلوقتي الحمد لله الدنيا بقت فيها كلام كتير جدا. فكره انا فاكر والله يعني سنه 99 واحنا بنكتب كلمه جافا على ياهو، ما كانش لسه جوجل يعني هو رقم واحد في السيرش انجن، كان بيجيب لنا 50 توبك يعني كتير عن جافا. دلوقتي انت لو كتبت جافا ما افتكرش جوجل هيرد اصلا، عايز ايه مش جافا يعني، في كلام كتير جدا عايزنا اقوله لك. فالحقيقه خلت الواحد شويه التراك بتاعه مشي كويس، ده خلى الواحد شويه يروح ياخد سيرتيفيكتس كتير في الاي ام. اشتغلنا كتير على كلاود سيرتيفيكتس في كان في مصر او بره مصر. يعني الحقيقه كان وقت كبير جدا من الشغل بتاعي كان بسيرت كاستمرز حقيقيين، وكان معظمهم بيشتغلوا على ابلكيشن. اخر كاستمر اشتغلت معاه قبل ما ارجع مصر عشان الكورونا، ربنا يشفينا ويعافينا كلنا منها، يعني كان الكي او سي اللي هو شركه نفط الخليج او الكويت. ودلوقتي انا كارنتلي بشتغل مستشار لرئيس مركز المعلومات للديجيتال ترانسفورميشن، واحنا عمالين نجهز البنيه والتكنولوجيا والديجيتال ترانسفورميشن، كل الابلكيشنز بتاعنا اللي هتروح للعاصمه الاداريه. الموضوع اللي انا عايز اقوله لكم بقى، وده مش متبان كويس، ان الحقيقه نصيحه يعني، احنا بنتعب كتير عشان نهار ناس شاطر. وشاطر يعني شاطر، شاطر يعني حاطط المنتاليتي وراه مش قدامه، يعني هو شاطر فعلا، هو مش عامل شاطر. يعني فرق كبير جدا بين الشخص الشاطر والشخص اللي عامل شاطر. الشخص اللي عامل شاطر بيعرف يجيب الموضوع كده ويشرحه ويقوله كده كلمتين ويروح مبلوزه ويقول لك انا اللي عامل ده، ومش انا لوحدي، ده انا وفلان وفلان وفلان، ولا واحد من دول اشتغل معاه. وبيبان قوي في الانترفيوز وانت بتتكلم مع حد، طب اعمل كذا، طب اتحرك في كذا، خليك شاطر للاخر عشان خاطر تستفيد كويس جدا. كل المرات اللي انت اللي الواحد حس فيها ان هو كان بيشتغل كويس وسهر عشان يعمل حاجه، لقالها صبر. كل البرات يعني المجال، بس مش في ان انا اشرح لكم حاجات كتير يعني، بس اقربهم. انا اول ما رحنا للكلاود سيرفيس في امريكا حضرت سي اي او راوند تيبل، وكان كل اللي موجودين سي اي اوز، وانا كنت اصغرهم يعني، وانا اخش سي اي او ولا حاجه، انا كنت محطوط معاهم كده في يعني على اعتبار ان واحد شاطر في الموضوع الكلاود، بس كان حظي كويس. الحقيقه اللي استفدته جدا من الموضوع ان الناس بتتكلم كلام بجد، وكلام بيدرايف البيزنس. كنت اول مره اشوف ان اللي بيدرايف البيزنس في العالم كله هم الاي تي، كنت اول مره اشوفها. يعني هنا في مصر شويه ما حدش حاسس بده قوي، جماعه بتوع الاي تي انت عارفين الاي تي دايما يعني، لا للاسف شديد احنا عشان الاقبال كتير جدا عليه بقت برضه ناس تفهم. يعني انا كنت مره عند الميكانيك بتاعي فبقول له لو سمحت، بهزر معاه بقول له مفيش واي فاي هنا، اي لا مفيش واي فاي بس انا ممكن اعمل لك هوت سبوت من الموبايل. ففهمت خلاص ان الشغلانه بقى اي حد يتكلم فيها خلاص، هو عارف يعني هوت سبوت، هو يعمل لك هوت سبوت من الموبايل. فما تقعدش انت مش شبه الناس اللي بتتكلم عن التكنولوجيا، ولا الناس اللي لامسه التكنولوجيا من بعيد كده وبيعرف يقول كلمتين حلوين في التكنولوجيا. المفروض انا متخصص وبتدرس كمبيوتر ساينس وهتاخد واحد من الميجرز المهمه دي، كلها حاجات مهمه يعني، كلها حاجات ايدج اوف تكنولوجيز في العالم، ومحتاجه مجهود تشتغل عليه، محتاجه تسيرتفاي، محتاج تدخل على تعمل بادجز لنفسك وتعمل لنفسك ايدنتيتي.
محتاجين تشتغلوا مع بعض وتستفيدوا جدا من وجودكم مع بعض، لان وجودكم مع بعض هو اهم ميزه عموما في وقت الجامعه، اهم ميزه على الاطلاق. انا اكثر حاجه استفدت منها من الاي تي اي بصراحه الجالري بتاع زمايلي، احنا كنا بنقعد نسهر نقعد نشتغل نعمل شغل، وانا ما زلت لغايه النهارده مفتكر الحاجات احنا كنا بنعملها وعملنا ابلكيشنز كتير كانت كلها حاجات صحيح لا تلقى مستوى ابلكيشن يتباع او كوميرشال ابلكيشن، بس كلها كانت مميزه وخلتني احس ان انا اقدر اعمل اي حاجه. فطبعا اتمنى يكون الموبايل طبعا والكلاود على حسب انت بقى تشتغل على كلاود ديفلوبمنت او كلاود كومبيوتنج بتاخد من وجهه نظر ايه. في الشركات كلها بتتصارع في الموضوع ده، في اي بي ام عامل حاجه اسمها كلاود باكس، مقسمه كل التكنولوجيز اللي موجوده في اي بي ام كلها لحاجه اسمها كلاود باكس. دخلوا النهارده على اي بي ام ديمو او فاتوره واحده من ضمن الشركات اللي ممكن تتفرج عليها وهتلاقي بيها شبه بعض. الكلاود باكس هتلاقي فيه كلاود باك فور ديتا بيتكلم على كل انواع الداتا والداتا ساينس والحاجات بتاع الاناليتكس ويعلمك كويس جدا ويطلع لك ابلكيشنز بسرعه. كلاود باك فور اوتوميشن لكل الناس اللي عايزه تعمل بروسيس وتعمل ورك فلو ويقول له الشغل بيمشي ازاي. كلاود باك فور اي اي، كلاود باك فور سكيورتي، كلاود باك فور انتجريشن لو انت عايز تعرف كل الانظمه بتاعه السيستمز بتاعه البنوك مثلا بيتكلم مع بعضها ازاي، هيبقى واحد منها بيستخدم حاجه اسمها كلاود باك فور انتجريشن. وهو الحقيقه بيزد على حاجه اسمها كونتينوس برضو هنروح من نقطه، يعني لو دخلت المجال ده بغض النظر يعني انتوا بتدرسوه بشكل از ان سبجكت ولا حاجه عايزين تدرسوه عشان لمعرفتكم، لازم تعرفوا كونتينرز، لازم تعرف يعني ايه كوبرنيتس، يعني ايه دوكر كونتينرز، حاجات مهمه جدا. مجال كويس جدا والاتشيفمنتس فيه والكويك وينز رائعه، وبسرعه ممكن تطلع حاجه لو انت عندك تالنت في اي موضوع من الموضوع. طبعا الموضوع الموبايل انتوا اكيد عارفين الفرونت اند والباك اند وازاي الكروس بلاتفورمز تشتغل وازاي تستخدم تولز من التولز الموجوده عندك عشان تطلع موبايل ابلكيشنز، بس الحقيقه اللي انا بدعوكم له مش انك تفكر في الفرونت اند موبايل ابلكيشن، لان كل الناس بتعمله، السوق مليان ناس كتير جدا بتعرف تعمل موبايل ابلكيشن من اي تول من التولز بتاعت اندرويد ستوري. انا بكلمك على الباك اند موبايل ابلكيشن، الموبايل ابلكيشن اللي انت عملته ده لما يروح يكلم سيرفر يعمل معاه ايه؟ يروح يجيب داتا من بنك عشان يجيب ترانزاكشنز، يتعامل مع الموضوع بشكل بروفيشنال. انتوا ناس بروفيشنال وهتبقوا بروفيشنال، يعني بتتعلم عشان تبقى بروفيشنال مش عشان خاطر تبقى مهندس برمجه واي تي، يعني بغض النظر بقى بيحطوا ايه تحتيها. الحقيقه محتاج مجهود ان شاء الله، يعني تختاروا اللي يناسبكم، كل واحد طبعا ما فيهاش حاجه احسن من حاجه، انا رايي كده. انت على حسب انت هتلاقي تالنت بتاعتك فين، انت فين تقدر تسهر لغايه الصبح عشان تطلع حاجه من دول ومن غير ما تاخد بالك انك سهرت. هو ده التالنت اللي عند الواحد، ان واحد قاعد سهران بيشتغل من غير ما يحس انه خلص. طبعا مجالات العمل طبعا يعني يمكن يعني لو انا من حق ارتبهم، يعني الموبايل ممكن يجي في الاول لانه الاخر استخدامه، يعني الموبايل والكلاود هتلاقي اخر استخدامه لو حد بس الحقيقه العمل المميز هو اخطر شويه. ما فيش ما يمنع انك تستخدم كلاود سيرفيس عشان تجيب داتا ساينس وتتعامل مع الحاجات بتاعت الاي اي. مش ما يمنع ان انت الشغلانه بتاعت انك تتراك الموبايل بتاعك وتحط عليه مثلا بوش نوتيفيكيشن او تحط عليه لوكيشن سيرفيس عشان تعرف موضوع الجيمنج والكلام ده كله. فيعني كلها حاجات مرتبطه ببعضها. اتمنى تكون يعني وصلت لكم رساله صغيره كده بتقول فيها يعني او كان تشوز الميجر بتاعك، وان شاء الله دايما نشوفكم موفقين يعني، ونتقابل بعدين تقولوا لي والله احنا كنا زمان قوي شفنا حاجه كده وكنت بتكلمنا وانا دلوقتي بقيت فلان. دي انا بشوفها كتير، يعني بشوفها كتير. واحد يرجع مثلا كان قابلته من 10 سنين فاتت بيقول لي دلوقتي انا في جوجل وشغال في كذا ومبسوط وعندي عملت حاجات كذا وكذا. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقكم ومشكرين جدا تاني، ولو في اسئله بقى زي ما انتم شايفين. طيب واخيرا بقى معانا التخصص بتاع الداتا ساينس مع دكتوره سالي. دكتوره سالي هي هيد اوف كوميونيكيشن وكمبيوتر انجينيرنج ديبارتمنت ات ماسو هاي انستيتيوت اوف انجينيرنج اند تكنولوجي، وهي سيرتيفايد ريفيور ات ناشونال اوثوريتي فور كواليتي اشورنس اند اكريديتيشن اوف ايديوكيشن. شي از ممبر اوف ساينتفك ريسيرش جروب. حضروا الأسئلة بتاعتكم؟ ها؟ كل اللي عنده أي سؤال يسأل.
السلام عليكم. معاكم دكتورة سيادة جمراوي زي ما الدكتور عرفتني. ده باي صغير. أنا رئيس قسم أكاديمية مصر هندسة الاتصالات والحاسبات. هتكلم معاكم شوية في خلينا نفوت الحاجات. أنا مش عايز أطول عليكم، يعني أنا اكتشفت إن كل 10 دقايق 10 دقايق كنت هطول، بس مش هطول عليكم. هتكلم الأول في حاجة قبل ما نبدأ نتكلم على الميجرز بتاعتنا ونبدأ نحدد احنا عايزين نعمل ايه. لازم في شوية مصطلحات كده انا كمهندس طالع او كبروجرامر او كريسيرشرز او كده لازم ابعدها. حد سمع قبل كده عن حاجة اسمها التنمية المستدامة او السستينبل ديفلوبمنت؟ لازم ابقى عارف بلدي رايحة فين، انا ناوية اشتغل ايه علشان افيد البلد بتاعتي او الوطن العربي او واتيفر اليونايتد نيشنز. كلهم كل الدول كلها اتفقوا على 17 جول كده اللي هي التنميه المستدامه اللي هي السستينبل ديفلوبمنت. ان انا عايز اعلي الجولز بتاعتي الايكونوميك جولز بتاعتي، اعلي ان انا اكسب، بس في نفس الوقت ان المكسب ده يبقى سستينبل مستدام. فالسستينبل ديفلوبمنت برضو انا هقولها لكم بسرعه كده، هي عباره عن ايه؟ زي ما بقول لك الهدف الرئيسي ان انا عايز ازود مكسبي، عايز اعلي البروفيتس بتاعتي، عايز اشتغل في حاجه تجيب لي عائد كويس، بس وذ ريسبكت الحاجتين، ان انا احافظ على الانفايرمنت واحافظ على السوشيال ريسبونسبيلتيز او الهيومن رايت. دي المين ايديا بتاعت السستينبلتي. لازم تبقى عارف ده كمعلومه، لازم تبقى عارفها. انا دي التنميه المستدامه. مصر عملت ايه؟ في خطة مصر 2030 قالوا في خلال ال 15 سنة أو لحد 2030 لازم أكون حققت ال 17 goals بتوع sustainability. منهم إيه؟ منهم حاجات كتير ممكن أنا كcomputer science graduate ما أقدرش أضيف فيها، زي المساواة بين الراجل والمرأة، يعني في حاجات أنا ما أقدرش أتدخل فيها، حاجات سوشيال. لكن في حاجات أنا أقدر أضيف فيها بسهولة جدا. يعني هو عايز يعلي التعليم، عايز يزود الريسيرشز، عايز يقضي على الفقر، يعني في 17 هدف موجودين في السستينابيلتي. انا ليه بتكلم في كلام كبير كده ملوش علاقه بالميجر؟ عشان تعرف انت فين وعايز تبقى ايه. ده البيزكس كده علشان تقدري تقولي انا ناويه ابقى ايه او افيد بلدي بيه. طيب هنا ال 17 جولز دول متقسمين. انا اتكلم بسرعه ومش اكبر الكلام قوي، بس ايه على قد ما اقدر ان انا ايه افهمكم ال 17 جول دول متقسمين ليه. متقسمين ان انا ازود الكواليتي اوف لايف، ان انا لازم ان الحاجه بتاعتي تبقى منظمه وتبقى في جوده حياه، وان عندي ابلكيشنز سهله تقدر تفيدني وتفيد المجتمع، ان انا احسن في المستوى المعيشي بتاع المواطن. الكلام ده كله كلام كبير، برضو عايز افهم انا هفيد ايه. حضرتك لما تيجي تقول انفورميشن تكنولوجي، زي ما باشمهندس اسماعيل كان بيقول، كلمه الاي تي ده او الانوفيشنز بتاعه الاي تي هو اساس الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي، وهو ده الترند بتاع الدوله ان هي عايزه تدخل الاي اي او الارتفيشال انتليجنس او الانفورميشن تكنولوجي في كل الانوفيشنز بتاعه الدوله. يعني المين كاتيجوريز بتاعت الاي تي اللي تقدر تفيدني في الجزء ده اللي هو الاي اي، الداتا ساينس، البيج داتا مايننج، هاد كلاسيفيكيشن، نولج ديسكفري. مش هقدر اشرح كل ده بالتفصيل، انا اكيد انتوا خدتوا منه حاجات، بس هقول لكم ده ممكن يفيدني في ايه او ايه المودلز اللي انا اقدر اعملها عشان تفيدني. هنتكلم على الانفورميشن تكنولوجيز وهنقول ايه الحاجه اللي انت تقدر تضيفها وانت تختار بيزد عليه. في شويه برنسبلز اساسيه للايه للانفورميشن تكنولوجيز. اول حاجه عندي اللي هي هو الداتا ستورج. ما عادش فيه الداتا بتاعتنا اللي هي الكميات الصغيره، بقت الكلام كله بيج داتا. تمام؟ مع دلوقتي ما تيجي تخش على اليوتيوب او على جوجل او على وات ايفر، في مليونز او تريليونز اوف داتا. فطبعا لازم ابقى فاهم يعني ايه بيج داتا، اعرف ازاي اخزنها، واعرف ان التخزين بتاع التعامل مع البيج داتا ده محتاج استراتيجيز وتكنيكس معينه، وهتفيدني او هتفيدني في الشغل في اي مجال بعد كده. لازم كويس قوي ابقى فاهم يعني ايه بيج داتا واعرف اتعامل معاها. الكلاود والاي او تي
جزء لا يتجزأ من البيج داتا، ان دلوقتي عندي بيج داتا فمحتاج ان انا اشتغل كلاود كومبيوتنج، محتاج ان انا اربط الكلام ده بالانترنت ارفعه على كلاود، لازم ابقى فاهم ده وفاهمه. الجزء الثاني اللي هو الداتا، سوري الداتا بيز ستورج، مش انت عندك بيج داتا عندك كميه بيانات كبيره تخزنها فين؟ لازم يبقى في داتا بيزز غير بقى الريليشنال داتا بيز، في حاجه اسمها نو سيكوال داتا بيز لازم نبقى فاهمينها، منها اشهرها الكاساندرا والمانجو، دي من الحاجات اللي انت لازم تبقى فاهمها كويس جدا عشان تعرف تخزن بيج داتا، دي من الحاجات الاساسيه اللي موجوده عندنا. في الداتا ريتريف، ان انا خلاص خزنت صح وحطيتها في داتا بيز نو سيكوال، اقدر ازاي اكستراكت او اطلع الداتا دي. كل ده برضو ارجع افتكر الهدف الرئيسي التنميه المستدامه وخطه مصر 2030، لازم تبقى دي في دماغك. كل حاجه انت بتعملها وهدفك ان انت تعمل موديل يحسن، تعرف ان انت ماشي في الستيب صح. طيب الحاجه الثانيه، خزنت وعرفت تجيب داتا ريتريفل، لازم تعمل سكيورتي كويس. السكيورتي دي من الحاجات الاساسيه ليك لو انت بتشتغل ديسكتوب او شغال وايرد سنسور نتورك، لازم تبقى فاهمها كويس قوي في السكيورتي او السايبر سكيورتي دي. وهتكلم في اخر التوب هقول لكم الفيوتشر دايركشنز في الجزء، في كل جزء عباره عن اخر حاجه بقى اللي هي المانيبيليشن بتاع الداتا، زي ان انت تطلع باترنز او تعمل مايننج للداتا وتطلع نوليدج من الداتا دي. طيب دي كده الانفورميشن تكنولوجي. طيب الثلاثه فيلدز دول الاكستراكشنز بتاعتهم او الانترسبشن بتاع الثلاثه فيلدز دول اللي هو الانفورميشن ريتريفل مع الداتا مايننج مع الماشين ليرنينج، الثلاثه مع بعض ممكن نسمي نقول عليهم ان هم الداتا ساينس. انترسكشنز دي اللي احنا هنبدا نتكلم عليهم، زي الداتابيز مايننج، ان انت ازاي تقدر تطلع نوليدج من الداتابيز، عندك داتابيز اقدر اطلع منها معرفه معينه اقدر ادي ديسيجن. لو انا بعمل دايجنوستيك سيستم، حاجه نظام تشخيصي للمستشفى، عايز اعمل نظام للمستشفى، فانا محتاج ان انا اطلع نوليدج من داتا سيت عندي اقدر اطلع منها معرفه معينه اقدر اطلع منها ديسيجن، ده اللي هي النوليدج ديسكفري او الداتابيز مايننج. اقدر اطلع باترنز، دي كلها تحت الداتا ساينس، كلاسيفيكيشن، بيج داتا مايننج، سايبر سكيورتي. البيج داتا انا ما كنتش عارفه ان انتم خدتوها، وعلى فكره احنا في هندسه ما بندرسش البيج داتا ده غير في سنه ثالثه او رابعه، فان انت عندك باك جراوند عارف يعني ايه، مش خدتوا بيج داتا؟ البيج داتا المفروض ان احنا نبقى عارفين هي اختصار كده، هي عباره عن شويه تقنيات هندسيه عشان اعرف اتعامل مع الداتا بيز. ما عادش في حد بيتكلم داتا، كله بيتكلم دلوقتي بيج داتا، رحت اشتغلت هنا بره مصر كله بقى بيج داتا، فانا لازم اعرف ان التكنيكس اللي كنا شغالين بيها زمان او دلوقتي، او دلوقتي لما تيجي تشوف البيزكس داتا لا بقى كله البيج داتا. طيب ايه الفرق ما بين الداتا العاديه والبيج داتا؟ في ناس كتير قوي اتكلمت على ان هي 5 في موديل، وناس قالت لا 13 في، لا 20 دي، ايه الفيز دي؟ اول حاجه ان البيج داتا دي لازم تبقى فيها نوع من انواع الفرايتي، ده الخصائص بتاعتها فرايتي، وان هي فيها فيلوسيتي فير تو ذا سبيد ات ويتش نيو داتا از جنريتد، الداتا دي جنريتد قد ايه، وان انت ازاي تتعامل مع البيج داتا ان انت تقدر تتعامل مع معدل البيانات اللي عمال بيزيد كل شويه. وبعد كده برضو كمان الفيراسيتي، ان لازم يبقى الداتا اللي طالعه دي تبقى تراست وورثي، مش كتير وخلاص، يعني مش عايز انا داتا كتير وخلاص، لازم يكون ليها معنى او ليها قيمه. بعد كده الفوليوم بتاعها ده كبير، يعني الفي منها فوليوم برضو. لما بقى بتعمل اناليسيس لازم اعرف برضو الفرق ما بين البيج داتا والبيج داتا اناليسيس، لما تعمل اناليسيس وتحلل الداتا دي، الداتا دي تطلع لك الفي الخمسه اللي هي الفاليو، الداتا دي لازم يكون ليها في الاخر فاليو. دول الفايف في موديل لازم تبقى عارف من شويه مصطلحات كده، ان انا ابقى عارف البيج داتا دي بتبقى تدرسوها وتفهموا بالظبط التفاصيل بتاعتها في الفايف دي. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول انا عايز افهم الفرق ما بين البيج داتا والداتا ساينس والداتا اناليتكس، انا عايز اعرف ايه الفرق ما بينهم، او ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه ده بيعمل، عشان ابقى عارف انا ناوي اشتغل في ايه، او الفرق ما بين كل واحد. زي ما قلت لك البيج داتا او اللي بيشتغل واحد بيشتغل بيج داتا بروفيشنال كده، كل الهدف بتاعه ان هو يعرف يديل بالداتا سيتس الكبيره دي، يقدر يخزنها مظبوط، يقدر يتعامل معاها، يقدر يشتغل على تولز حاجه اسمها الهادوب او الماب ريديوس، دول بارل بروسيسنج، يخلي الداتا شغاله ان ذا سيم تايم، يعني زي الثريدنج كده بس بمفهوم اكتر.
طبعا في تولز كتيره لموضوع زي ما بقول لك الهادوب والسبارك والاتش تو او، لازم تبقى عارف ده وتسيرش عليه وتشوف الفرق ما بين كل واحد. بعد كده في عندي اناليتكس، خلاص انا عرفت اتعامل مع البيج داتا لازم احللها. طب احللها ليه؟ استفيد بيها ايه؟ ايه الفرق ما بين ان انا اعمل اناليسز للبيج داتا؟ ان انا اقدر اقيم دلوقتي الوضع الحالي بتاع مؤسسه. لو حد مثلا جاي قال لك انا عايز اعمل سيستم للشركه عندي، فانا لازم اعمل اناليسز للداتا دي علشان اقدر اطلع فاليو منها، اقدر اقول ان الداتا دي اقدر اخليها حاجه ديسكريبتيف دلوقتي الشركه دي حاليا هي بتكسب ولا بتخسر، حاليا الاكاديميه دي طارده ولا جاذبه، اكشلي حاليا الوضع الحالي اقدر اقيمه. ده اللي هو الاناليسز. ده بقى يدخلنا على الداتا ساينس، ايه الفرق ما بين مقربين قوي لبعض. بس الداتا ساينس نفس انت عملت اناليسز وعملتها على البيج داتا وعملت لها اناليسز، بس مش بس انت بتقيم الوضع الحالي، لا ده انا كمان بعمل بريدكتيف موديل ان انا اتوقع بعد فتره الدنيا هتمشي ازاي في السيستم ده. يبقى تاني البيج داتا ان انا ازاي جاست اديب ويز هيوج نمبر اوف داتا، الاناليسز ان انا ابدا احللها واقيم الوضع الحالي بتاعه. داتا ساينس بقى ان انا اقدر اعمل موديل للمؤسسه او للمكان اللي انا بعمل له اناليسز ده وبريدكت حاجه معينه. الشرط بقى ان يبقى مكان تعليمي او مكان بروفيت، المكان اللي انا بكسب منه. ممكن انت تعمل داتا ساينس لحاجه دايجنوز سيستم، حاجه طبيه، ممكن تعمل حاجه للانفايرمنت. هناخد امثله دلوقتي. من الداتا ساينس اقدر ان انا اتعامل بقى، طبعا لازم ما دام انا هبريدكت حاجه يعني ماشين هتبريدكت، يبقى انا لازم اديها ليرنينج او اديها تريننج اللي هو بيدخلني بقى على الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج، كل ده بستخدمه وانا شغال في الداتا ساينس. من وجهه نظري انا شايفه ان مفيش اي حاجه في الاي تي او في الكمبيوتر ساينس بيخلو من الداتا ساينس. يعني الداتا ساينس ده هو داخل في كل الكاتيجوريز بتاعتك. واتيفر انت ناوي تشتغل في ايه، لازم يكون في جزء بريدكتيف، لازم يبقى في جزء انتليجنس، وده كله تحت بند الداتا ساينس. طيب انا بقى لو انا عايز دلوقتي انا في الاجازه او ان انا عايز اشوف ايه السكيلز نيدد لو انا نويت امشي في التراك ده، ايه هي السكيلز او الادوات اللي انا او المهارات اللي انا محتاجها عشان اعرف؟ لو انت هتشتغل بيج داتا بروفيشنال اونلي، تشتغل اناليسز او حاجه، لازم تبقى عارف كويس لو بروجرامنج لانجويج دي جافا او سكالا او البايثون، دول من اهم البروجرامنج لانجويج اللي بيتعاملوا مع البيج داتا. النو سيكوال داتابيز عشان اعرف اتعامل، اشهر حاجتين ان انت تعرف كاساندرا ومانجو، دول من اهم الداتابيز. النو سيكوال داتابيز لو انت عملت سيرش عليهم هتلاقي على كورسيرا 100 كورس بيتكلم عليهم، هتلاقي على يوتيوب كتير بيتكلم معاك ستيب باي ستيب ازاي تتعامل مع النو سيكوال داتابيز. طيب لو انت اشتغل اناليسس نفس الكلام، الار والبايثون من اللغات دي، بس لازم يبقى عندك ماثيماتيكال وستاتستيك باك جراوند، لان انت بتعمل موديل يحلل، فلازم تبقى عندك. ما ينفعش حد يقول لك انا ماليش في الرياضه، لا انا هشتغل في الداتا ساينس بس انا ماليش في الرياضه، لا لازم تبقى عندك على الاقل البيزكس او الباك جراوند عشان تقدر تعمل موديل كويس. بعد كده الداتا ساينس نفس الداتا اناليتكس بالظبط، بس بنزود عليهم بقى جزء الاي اي والماشين ليرنينج. انت بتبريدكت حاجه، انت بتدي ديسيشن، بتقول الراجل ده عنده زي كانسر ولا ما عندوش، الراجل ده هيكسب ولا هيخسر، بدي ديسيشن. يبقى انا لازم اعلم الداتا بتاعتي دي. انا اخترت مشكله وقعدت اتكلمت فيها بس انا شايفه ان انتوا يعني ايه تخليكوا اكتر ايه في مش هنتكلم على مشكله معينه. يعني دي الامثال هقولها باختصار كده، لما اجي اعمل اي موديل بريدكتيف معظم الداتا سيتس بتبقى امبالانس. يعني ايه امبالانس؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايزه خلينا نقول كانسر بريدكشن، فالداتا سيت اللي عندي 90% او 98% ما عندهمش كانسر، بس 2% بس اللي عندهم. انا هقدر ازاي اعلم الموديل بتاعي اقول له الراجل ده لو لقيت عنده الفيتشر دي او السيمتومز دي او الاعراض دي يبقى هو عنده بريست كانسر، لا هعلمه ال 2% بس؟ طبعا دي اسمها امبالانس، الماجوريتي اكتر كتير من المينوريتي كتير، فلازم يبقى في بالانس داتا سيت. دي المشاكل اللي بتقابل معظم الداتا سيتس الريال داتا سيتس. يعني انا لو انا عايز اطور في حاجه ليها علاقه بالانفايرمنت، ان انا عايز اشوف الايرث كويكس في احتمال يبقى في زلازل ولا لا، ممكن الداتا ساينس بيدخل ده بيدخل كده، ان انا اقدر اشوف الاويل سبليتس اللي ممكن تحصل وتعمل ايرث كويك تعمل نيوكلير اكسبلوجن او وات ايفر. كل الداتا سيتس دي معظمها بتبقى امبالانس. في بقى طرق كتير، الناس اللي ناويه تكمل في الريسيرش انا هسيب ايميلي ورقم تليفوني وكده،
عندي بقى داتا سيتس نقدر نتعامل بيها، واللي اللي مش عايز يكمل في الريسيرش وعايز يشتغل جاست ان هو يجرب وياخد حاجه انفايرمنتال ويجرب ويطلع ديسيشن ويطلع حاجه تفيد وتبقى فعلا مطلوبه، ودي الحاجات دي مطلوبه جدا يا جماعه جدا. يعني احنا بنعمل بيبر ثيوريتيكال، احنا انا شغل اكاديمي اكتر، البيبر بتبقى ثيوريتيكال وتتنشر في مجلات كي 1 يعني ترتيبها عالي، ونلاقي ناس اصحاب صناعه يبعتوا لنا مثلا ايميل احنا شفنا البيبر ده احنا عايزين نطبق ده، ايه امكانيه تطبيقه، لان مش شرط ان انا اشتغل ريسيرش والشغل يبقى ثيوريتيكال من غير ما اطبق ده. فانت لو فهمته وعرفت تشتغل عليه وفعلا تطلع برودكت زي ده، ده هيفيدك وهيفيد بلدك وهيفيد المكان اللي انت بتشتغل فيه. بتقدر بقى دي انا مش هتكلم بقى عن الابحاث، بس هي ايه معظم، انا مش هتكلم على البحث بس هتكلم على الكاتيجوري بتاعت كل بحث. يعني هنا مثلا بحث بيتكلم عن امبالانس داتا سيت واشتغل على سكور، يعني اشتغل على بيج داتا وفي نفس الوقت اشتغل على داتا مايننج وماشين ليرنينج، وده كان اتنشر في مجله برده كيو 1. ده كاتيجوري. في كاتيجوري تاني اتكلمنا، مش هتكلم بقى على الحاجات دي، مثلا ماشين ليرنينج داتا مايننج وانفورميشن ريتريفل، ده كنا بنتكلم برده على الامبالانس داتا سيت. طيب انا بحاول اوريك ان الداتا ساينس داخل عندنا في هنا مثلا نو سيكول، عندنا بحث بس بنتكلم على طريقه تخزين الداتا في النو سيكول داتابيز، والبحث ده هو اللي جابنا فيه حاجه للصناعه، قال لك احنا عندنا كذا وعايزين نخزن كذا، والاكيورسي اللي انت بتحسبها وبتظبطها دي برضو الطلب دي الكاتيجوريز بتاعك ليرنينج داتابيز داتا مايننج انفورميشن ريتريفل. هنا برضو بحث تاني جمع ما بين الماشين ليرنينج، البحث ده بقى جمع ما بين الداتا ساينس والكلاود كمبيوتر. ان هو البحث ده كان من الابحاث او من الشغل اللي انت ممكن تشتغل فيه اللي هو البيشنت مونيتورنج. ومشاريع التخرج كلها عندي معظم الناس بتخش تقول لك انا عايز اشتغل ميديكال واشتغل بيشنت مونيتورنج ريموتلي، ان انا ابقى في بيتي، لان دلوقتي الوباء زاد والدنيا، فانا عايز اتابع المرضى بتوعي باستخدام الداتا ساينس وبريدكت وكل حاجه بس عن طريق كلاود. والشغل بتاعنا كان شغال اونلاين واوفلاين. يعني مثال مثلا عشان ما تتخضش من شكل الموديل، موديل زي ده كده مثلا تقسمت لايرز وبتصل بالامبيلانس وبالدكتور وبالفاميلي ممبرز، وفي نفس الوقت بشتغل اونلاين وبشتغل اوفلاين، والديتا عندي لازم تبقى بيج داتا فشغاله سبارك. فانت بتضمن كل، زي ما دكتوره ايمان قالت بالظبط، انت مش معنى انت اخترت ميجر معين يبقى الباقي مش تعرفه. اشتغلت داتا ساينس لازم هتدخل الكلاود، اشتغلت جيمنج اكيد هتدخل ماشين ليرنينج فيه، او هتدخل ارتفيشال انتليجنس. فكل لازم تبقى عارف كل حاجه، ما ينفعش اقفل على نفسي حاجه وان ده بيكمل بعض. سيبنا بقى الابحاث عشان اكيد ده كان سكيورتي في الوايرلس سنسور نتورك للناس اللي حابه تشتغل شبكات، والسكيورتي اللي موجوده في شبكات من الحاجات المطلوبه جدا. هنتكلم بقى دي اهم حاجه انا يهمني قوي ان انتوا تبقوا عارفين دي. انا سينيور اي تريبل اي ميم، فدايما بتابع كل سنه اي تريبل اي تعمل بريدكشن كده وتقول ان السنه اللي جايه او الوضع اللي جاي هنبقى ايه، هي التكنولوجيز الترند او الشغاله او معظم الابحاث او معظم الشركات متجهه ليها. فعملوا 19 بند منهم البنود دي. انا شايفه ان انت اللي بالاحمر ده هو الجزء اللي يهمك، يعني هم لما عملوا بريدكشن لقوا الكوانتم كومبيوتنج والنانو تكنولوجيز والمالتي كور والفوتونكس والحاجات دي كلها، لكن الاساس اللي ما راحش كل سنه بيبقى موجود البيج داتا والداتا اناليتكس والماشين ليرنينج والباترن ريكوجنيشن، دي كلها من الحاجات اللي بنشتغل فيها في الداتا ساينس. اللي حابب وانترستد في ده اي سورس محتاجه ابعت لي على الايميل ده، اي سورس محتاجه اي داتا سيت عايز تشتغل عليها. احنا اي داتا سيت لازم بنعمل لها بري بروسيسنج، بنوظفها ونشيل اي نويز واي حاجه. اي حد انترستد يبعت لي، ابعت له اي حاجه هو محتاجها دي، وبس دي سايتيشن. بس بقى
ما تسيبوش لنفسكم اي سؤال، يعني ما حدش يحرج من اي سؤال في الدنيا، اي سؤال اكيد بيخطر في بالنا كلنا، فكل حد عايز يسال اللي في نفسه، مش عايز حد في المكتب ده يسال اي حاجه. اتفضل. بصوا يا شباب، انتوا دلوقتي سمعتوا تمام الحاجه المهمه للكارير بتاعكم، الكونكلوجن اللي انا طلعت بيه من ثلاث تخصصات، انت هتشتغل ثم تشتغل ثم تشتغل. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتدرس ثم تدرس ثم تدرس، وهتفضل طول عمرك تدرس، تمام؟ وهي الشغلانه بتاعتنا كده للاسف. وانا كنت دايما بقول لاولادي بلاش تدخلوا المجال بتاعي، خلاص مجال شقة، تمام؟ فحضرتك من دلوقتي تمام هيبقى في شقه كويس، وفي حاجه انا عايز اقولها لكم علشان افرحكم، تمام؟ احنا عندنا دكتوره كانت شغاله في المركز القومي للبحث العلمي، تمام؟ دكتوره سار دي هتدينا ان شاء الله ورك شوب بعد كده ازاي حضرتك تاخد فند على المشروع بتاعك، تاخد فلوس يعني تعمل مشروع وتاخد فند على المشروع بتاعك، خلاص؟ ان شاء الله ده هيبقى في ورشه عمل تانية ان شاء الله. الحاجه التانية الجميله جدا ان الجامعه الكنديه جابت اكبر حد في مصر بيعمل انكوبيشن. انكوبيشن ده يعني ايه؟ حضانه، تمام؟ يعني ايه حضانه؟ يعني سيادتك لو عاوز تعمل شركه انت وزملائك هم بياخدوك، اوكي؟ بيحاولوا يدوا لك فند، ممكن 5000 دولار، ممكن 10000 دولار، خلاص كده؟ حسب الفكره وحسب قدرتك على اقناعهم بانه يدوك الفند، لان هو مش هيدوك الفند كده وخلاص. ده هم هيشتغلوا معاك ويبتدوا ياسسوا لك الشركه انت وزملائك، خلاص؟ ويساعدوك في انك انت تاسس الشركه وتطلع الورق، ويساعدوك كمان في انك انت تشتغل وتاخد شغل. والمفاجأة الكبيرة اللي عرفتها بأمانة شديدة يعني انك انت لو عايز تفتح الشركة دي في كندا هيعملها لك، بس بشرط انك تبقى ناجح. فانا دلوقتي بحطك على بداية الطريق، خلاص؟ عشان كده عاوزك تسأل كل الأسئلة. انت دلوقتي عندك فرصة، انت عندك ثلاثة خبراء، تمام؟ من السوق مش من الأكاديميك، اوكي؟ فاسأل اي أسئلة انت عايزها، احنا تحت امر، اوكي؟ بس يعني اسال اللي انت بتحلم بيه، اوكي؟ واللي عاوز يسال يرفع ايده. في حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال. ارفع المايك. السكيلز المطلوبه من الكلاود كومبيوتنج في مصر، اهم السكيلز المطلوبه. في سؤال ثاني، من حضرتك موجود في الديجيتال ترانسفورميشن، فايه الكلاود اللي شغالين عليها؟ يعني نوع الكلاود اللي شغالين عليه الحكومه هنا في مصر. السكيلز طبعا اللي مطلوبه عشان تشتغل كلاود ابلكيشن ديفلوبر، بس على حسب انت هتشتغل ايه في الكلاود؟ اركتكت طبعا لازم هيعدي بقى على الجزء بتاع الديفلوبمنت شويه والاوبريشن، يعرف يعني ايه ديبلويمنت انفيرمنتس، يعني الفروق ما بين الديب انفيرمنت وحاجه اسمها الديب اوبس، يبقى عارف الديب اوبس شغاله ازاي. محتاج يعرف شويه بروجرامنج لانجوج كده يقدر يشتغل بيها عشان يبقى عارف النوت جي اس بيشتغل ازاي، الحاجات بتاعت البايثون والكلام ده كله، عشان يبقى ازاي بيعرف يعمل ابلكيشنز. بعدين اكتر الحقيقه لازم يخش يتخصص في ياخد كل التراكس بتاعت الاز سيرفيس. انت بتتكلم في بتبدا من الاول خالص، انت لازم تفهم يعني ايه انفراستراكشر از سيرفيس اللي هو الكلاود بروفايدرز بيقدموها. ودي فكرته ببساطه، انت ما عندكش داتا سنتر خالص ومش عايز تعمل داتا سنتر، يو دونت وونت تو انفست ان داتا سنترز، بس عايز عندك فكره كبيره جدا في شركه كبيره وعايز تعمل انت سنتر بيس، فبتروح الشركه من شركات الكلاود بروفايدرز الموجودين في العالم المشهورين، يعني زي اي بي ام، زي اوراكل، زي امازون، زي مايكروسوفت، وتقول له انا عايز انفراستراكشر از سيرفيس. وورلد وايد هتلاقيهم محدودين في العالم، يعني الاي بي ام مثلا عندها 69 داتا سنتر وورلد وايد، دول اكبر ناس يعني اكثر حد عنده داتا سنترز يعني وورلد وايد.
اوركل عندها اراوند 14. ده بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك انت داتا سنتر من الاول خالص ما فيهوش بلاتفورمز، ما مش عارف انت هتعمل ايه بالداتا سنتر. حضرتك في ثلاث حاجات اساسيه بتاعتك اللي هي زي ما احنا عارفين الاستورج النتورك والكمبيوتنج، يعني هات الكمبيوتر وبيكونكت على ستورج عشان يجيب يخزن الداتا ويسترجعها، وحط النتورك والسكيورتي بتاعت الموضوع وبيقف عند كده. يسيبك انت بعد كده تبني الابلكيشنز بعد كده بتاعتك وتعمل حاجه اسمها بلاتفورم از سيرفيس. لو انت ما عندكش الكابيلتيز دي فبتشتري بلاتفورم از سيرفيس. برضه الشركات دي ساعات بتفضل، بس المره دي بقى هيسالك ويتش بلاتفورم از سيرفيس ذات يو وونت. انت عايز تشتغل على ويب سفير بتاع اي بي ام، انت عايز تشتغل على حاجات فيها داتا بيس بتاعه مونجو دي بي وسيرفيس بتاعت حاجات بتاعه كاساندرا، حاجات اوبن سورس. لا انت عايز تشتغل على اوراكل، طب عايز لينكس على اوراكل، كل ده اسمه بلاتفورم از سيرفيس. وهو بيوقفك عند فكره ان انت تبقى بس فاضل عليك انك تعمل انت الابلكيشن وتجيب الداتا بتاعته. كويس كده؟ ده لغايه هنا انت بلاتفورم از سيرفيس. طلعنا خطوه تقول لا انا مش عايز كده وانا ابسط من كده وانا عندي فكره بيزنس بس مش عايز اديفلوب بايدي. فهتشتغل على سوفت وير از سيرفيس. استخدم واحده من التولز المشهوره، حاجه من الحاجات المشهوره جدا في العالم، واحد عامل ابلكيشن بس بيديك جاست يوزر نيم وباسورد عشان تستخدم البلاتفورم بتاعه زي بتوع الاتش ار، الاتش ار سيستمز والكلام ده كله، ده بيبقى سوفت وير از سيرفيس. في النص الحقيقه بقى عشان الراجل ده كلاود اركتكت يشتغل مظبوط لازم نعرف هو بيبني السيناريوز دي ازاي، البلاتفورمز دي كلها ازاي وتقسيماتها ازاي. لازم يبقى عارف شويه ستورج وشويه نتورك وشويه كومبيوتنج اللي هو هيشتغل ويتخصص بشكل كبير جدا في الحته بتاعت الانفراستراكشر از سيرفيس. لو هو لا هو في ليير اعلى من دي شويه فهيشتغل بلاتفورم از سيرفيس. بتكلم دلوقتي لازم يكون عارف بروجرام لانجوج وعارف داتا بيزز وعارف اوبن سورس تولز اند سو اون. ده بالنسبه للاركتكت طبعا هيبقى لازم حاجات كتير جدا مع بعضها، وهي بتبقى جيرني الحقيقه. لازم الاول تعدي بس المراحل الاولانيه دي عشان تعرفها كويس. في النص ما بين از سيرفيس دي الحقيقه هم اختصروا كل الكلام على اكس از سيرفيس، عشان بس هو الميجور ثلاثه اللي انا قلتهم انفراستراكشر بلاتفورم الساس. انما الاكس از سيرفيس قصدنا بقى ايه؟ اذا انت عايز داتا بيس بس از سيرفيس ففي حاجه اسمها دي بي از سيرفيس، اذا عايز جافا از سيرفيس في جافا از سيرفيس، اذا عايز كونتينر از سيرفيس ودي في حاجه اسمها سي اي اس، ودي الاختراع الكبير اللي عملوه الشركات الكبيره جدا عشان يعمل انفايرمنت كبيره قوي وقت الراش اورز من غير مشاكل. يعني مثلا حاجه بيحصل فيها بانادوميك واستخدام كبير جدا للويب سايتس والكلام، لو عايز حد يسعفه يعمل كونتينر از سيرفيس وكانه بيعمل له نودز او بودز جديده يسكليت بيها الشغل بتاعه ويعمل برفورمانس قوي ويرد عليه. اوكي؟ بالنسبه للسؤال الثاني بتاع الديجيتال ترانسفورميشن، طبعا في مصر الحقيقه الموضوع بس ما وقفش عند الديجيتال ترانسفورميشن، احنا بنروح للبيزنس ترانسفورميشن كمان. الديجيتال ترانسفورميشن في مصر وكله بيست اون ذا كلاود، واحنا شغالين على مود اسمه مالتي كلاود. المالتي كلاود ده بيقول ان احنا ممكن وي كان جيت مور ذان وان كلاود بروفايدر، وكل واحد يبقى شاطر في حتته ونحطهم كلهم في حاجه اسمها مالتي كلاود، ويبقى كلهم بيسيرفوا الحكومه وبيسيرفوا القطاع العام كمان. يعني احنا هنعمل حاجه للبابليك بحيث ان اي حد عنده ابلكيشن عايز يبيعه او عايز يقدم خدمه للمواطنين يعملها وتبقى مباعه والحكومه هي اللي بتديها له. ده هيبقى المالتي كلاود، عشان كده فيها جزء منه مايكروسوفت شويه، في جزء منه لامازون وجزء لاي بي ام، في كل واحد فيهم له شغلته. فهم كلهم كلاود بروفايدرز ممكن يستخدموا في الديجيتال ترانسفورميشن. هو الحقيقه العادي ده انا مش عارف قصدك بالعادي ده لغايه فين، يعني ساويرس عادي، انا بالنسبه لي ساويرس شخص عادي يقدر يعمل كده. انما لو لا يعني قصدك امكانيات بسيطه احنا يعني الكلام ده افتكر هيبقى محتاج يعني محتاج يعني قوام شركه، عشان خاطر انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص يمكن هتاخدوا بالكم منها لما تخشوا الشغل. احنا اوراكل اول مره تعمل حاجه اسمها اوراكل كلاود ماشين في الوطن العربي كله، عملته في ابو ظبي وقسمت الموضوع في الاول على كل الكاستمرز في ابو ظبي بس، خلاص مع ان انا معايا الفلوس اللي تخليني اجيب الخدمه، انا شركه وي مثلا وعايز اجيب الخدمه هنا وعايز ابقى اوراكل كلاود ماشين، يبقى عندي ماشين بتاعت كلاود سيرفيس عندي في نفس المكان بتاعك قوي، او لا لسه ما اديناش الخدمه ديت اوتسايد ابو ظبي. فهي المالتي كلاود الحقيقه هي موضوع
الى حد كبير لا مش بسهوله ان الناس كلها كمؤسسات بسيطه او فرديه تقدر تعمله، انما يقدر اي حد يشتري كلاود سيرفيسز سواء كان بقى انفراستراكشر اس سيرفيس لغايه ما نطلع فوق السوفت وير اس. عايز رأي يعني؟ دي بس. أنا بس عشان السيرتيفيكت حضرتك سألت على السيرتيفيكت. إحنا عندنا هنا جوه السي إل سي عندنا اللي هي السيرتيفيكت بتاعت هواوي عشان تبقوا أنتوا عارفين خلاص كده. السيرتيفيكت بتاعت هواوي اللي هي في كلاود أند راوتينج تمام، في أي أو تي وفي بيج داتا خلاص، وفي كمان اي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنت، واعتقد ان الناس اللي درست دخلت فيها. وعملنا كمان بروتوكول تعاون مع شركه ريد هات. ريد هات دي في اللي هي لينكس والاوبريتنج سيستم والقصه دي. برضو في الداتا اناليتكس احنا عاملين بروتوكول تعاون، وهو للاسف كان المفروض يفعل بامانه شديده الترم اللي فات ولكن لم يفعل، ما تسالونيش ليه خلاص، بس ان شاء الله هيفعل في الترم اللي جاي، اللي هي اساس هي اكبر شركه في الديتا اناليتكس وفي الديتا ساينس على مستوى العالم، عشان تاخد حضرتك 3 شهادات في الايه لما تتخرج تمام. طب كلكم مستهدفين، كلكم مستهدفين، هدخل اي تخصص مستهدف، واخد بالك؟ لان احنا عارفين في الاخر انهم كلهم فاتحين على بعض، دين بالكم دلت الايه ده بالنسبه للسيرتيفيكت. الاي دبليو اس، الاي دبليو اس احنا بنعمل معاها محاولات، بس بالامانه يعني زي ما بنقول ايه، احنا مش عايزين يبقى عندنا كل حاجه ها ومش بناخد ولا حاجه، فانا عايز افعل الثلاثه كويس قوي، والاي دبليو اس ان شاء الله هتيجي بامر الله. اتفضل يا دكتور. طيب لو ريد هات عشان مش عارف، بس موضوع ريد هات عندهم بلاتفورم رائع، يمكن احسن حاجه دلوقتي موجوده في الدنيا كلها لموضوع الكلاود سيرفيسز اللي اسمه ريد هات اوبن شيفت. باي ذا واي كل الانتربرايز كامبانيز الموجوده في مصر او في المنطقه كلها بتشتغل على الاقل ار اتش او بي اللي هو اسمه ار اتش ريد هات اوبن شيفت. وفكرته ببساطه ان ازاي زي ما كنت بقول لكم نفعل فكره الكونتينرز عشان نقدر نعمل مور ذان وان انفايرمنت في نو تايم. فمره واحده كده مثلا شركه وي عندها هجوم كبير جدا في وقت الثانويه العامه والكلام ده، وعايز سكيل اوت ليحط 20 سيرفر بس يسيرف الناس ويندور، وبعد كده يرجع تاني في كلامه بعدها بشويه بعد ما يخلص الويف دي. ده موضوع سهل جدا الامبلمنتيشن بتاعه ده. الشراكه البارتنرشيب اللي عملتها اي بي ام مع ريد هات، وكده انجح شراكه حاولت تعمل في الفتره اللي فاتت عشان تعمل البلاتفورم بتاع ار اتش او بي. كل الكاستمرز اللي بروحهم دلوقتي عشان يشتغل كله عمال يقول انا عندي كذا وعايز اموف لار اتش او بي. فاذا عندكم فرصه تعملوا سيرتيفيكت مع ريد هات ده رائع جدا جدا، يعني يمكن يكون مميز اكتر شويه من ايدا بس. ايدا بس اكتر استخدام، الناس كلها بتحبه وكلامه كويس عنه وبيست يعني في المانيبيليشن، انما الار اتش او بي مش كل الناس تعرفه، واللي هيبقوا عارفينه هيبقوا ناس قليلين. فلو ده عندكم فرصه له هاي دويت على طول. في اي سؤال دكتور سادي، هو بالنسبه للكونكشن حضرتك اتكلمت عن الكونكشن ما بين الداتا ساينس والكلاود، يعني معلش لو حضرتك بس ممكن توضحي لي البوينت دي شويه، يعني هي يعني مين السترونج اكتر في الكونكشن ده، الداتا ساينس ولا الكلاود؟ مفيش حاجه سترونج من حاجه، يعني هي الداتا ساينس انت ممكن تعملها من غير استخدام الكلاود، والكلاود ممكن تعمله برضه من غير استخدام الداتا ساينس، بس الفكره ان انت ممكن تعمل الموديل بتاعك او سيستم موديل باستخدام الداتا ساينس او تدخل فيه ارتفيشال انتليجنت، وان ذا سيم تايم ان انت تبقى يعني سبورتد الموديل ده من ان انت تحطه على كلاود او ان انت تتعامل بيه ريموتلي، لكن يعني ده اوبشنز انت ممكن تحطها زياده مع الداتا ساينس. يعني مفيش حاجه بتيجي شرط دي على قبل حاجه؟ لا طبعا.
كانت معقده، يعني كان بيحصل فيها مشاكل انا شغال عليها، مثلا ممكن كنت بعمل حاجه الجهاز مثلا يقامل فيقفل فلاقي كل حاجه اتمسحت انا عملتها. فدي كانت مشكله بتقابل الواحد اللي هو مثلا بيقفل الحاجه ويخلص خلاص مش عارف اعمل. السؤال الثاني، ايه الشركات اللي ممكن في مصر ان هي تساعدني ان انا ابتدي اطلع عشان اظهر يعني برضه، عشان عارف ان طبعا ما فيش دلوقتي شركات كتير في مصر بتطلع قديمه برضه ما فيش تطلع على طول بقى. طيب بص، بالنسبه لموضوع يونيتي او ريل او ديفر انجن، حاول انت ما تفكرش في موضوع انت بتدرس انجن، حاول تفكر انت بتدرس ميثودولوجيز، بتدرس ديزاين باترنز، بتدرس طريقه تفكير، بتدرس انت ازاي تشتغل، ازاي تطلع شغل. بيتحول ده بقى لايه؟ السنتكس اللي انت بتستخدمه، بتشتغل على سي بلس بلس، بتشتغل على ريل، بتشتغل على يونيتي او اي واحد من الانجنز الثانيه، في جودوت وفي في يوني انجن واحد جديد بيطلع، في حاجات كتير. يونيتي انا عن نفسي بشتغل بيه بقى لي سنين، يعني في مشاكل طبعا، وكل انجن في اي حاجه وكل فريم ورك بيشتغل على اي فريم ورك هيلاقي فيه مشاكل، وهتحصل له سيتويشنز شبه اللي انت حصلت لك دي، فهي مش دي المفروض تكبرك الموضوع. بس في النهايه انت بتختار حاجه، يعني ما تختارش على اساس سكرينينج بس، دول صغيرين شويه. بس زي ما قلت لك، انت مش عارف كمان سنتين الدنيا هتبقى عامله ازاي، هي يعني الواقع ان انت بتتحسن والموضوع ابتدى يبقى عليه يعني نظره من الناس اللي ابتدت تهتم بيه اكتر عن السنين اللي فاتت اوريدي. يعني فكره ان في اصلا دلوقتي تراك جيم ديفلوبمنت هنا ما كانتش موجوده، فوجود حاجه زي دي هيؤدي وجود حاجه تانيه. في الجامعه بتاعت شرم الشيخ برضه فيها جيم تراك ديفلوب، اي تي اي فيها من زمان. كل ده معناه ان الدنيا بتتقدم وان في اهتمام بالمجال. مع الاهتمام ده في بوتنشال عالي ان يجي اوبورتيز. بالنسبه ان انت تلاقي شغل من بره، اهم من ان انت تشتغل في شركات هنا ان انت تعمل بيرسونال بروجكتس. ده العامل الاساسي. انت كل الناس اللي اعرفها اللي سافرت من فيو مانا او اللي جاي لها سفر او مكان جالها لانها عندها بيرسونال بروجكتس خلصانه. مش لازم هي واو توب كواليتي وفظيعه وكده، بس هو خلص الحاجه، واحد فاهم البروجكت لايف سايكل من اولها لاخرها، من بري برودكشن لريليز. ده مهم جدا. وهنا في مصر احنا طبعا كلنا بنشتغل جنراليست، غصب عنك بتضطر تشتغل كده فتره، بس لما تيجي تسافر هتلاقي ان هو بيقول لك لا انا عايزك تشتغل في حته معينه بس. فانت لو حابب ان انت تركز على حاجه معينه تمام، ده كويس جدا بالنسبه لك. ومهم هنا ان انت تعمله، ومهم في البدايه انت تجرب اللايف، بس بعد فتره لازم تسبشاليز. انا شخصيا ما خدتش اي سيرتيفيكيشن. اوكي. بس من الاكسبيرينس هي اهم حاجه، التطبيق. في طبعا لو انت مثلا تخش في يونيتي، في يونيتي سيرتيفايد ديفلوبرز دي بتفيدك جدا. لو انت عايز تبقى سيرتيفايد، اعرف ناس خدتها وفرقت معاهم كتير في الاوبرتونيتيز اللي جات لهم، بتبقى سي في كاندي يعني. انت يونيتي سيرتيفايد ديفلوبر، فانت حد اكيد شاطر في يونيتي. تمام؟ بس زي ما قلت لك، يعني مش حلو ان انت تبقى يونيتي ديفلوبر، ما تبقاش انجن متخصص في انجن معين، لان ممكن في يوم من الايام يونيتي ده يموت. ضروري انت تبقى، لو انت مثلا بتذاكر سي شارب، تذاكر سي شارب كويس قوي. تبقى فاهم الليتست فيه، تبقى لحد سي شارب 9 انت فاهم كل حاجه. لو انت سي بلس بلس تبقى فاهم كويس جدا. اهم جدا، اهم تبقى فاهم، عشان لو عايز قدام تقدم تبقى فاهم بقى الديزاين باترنز، تبقى فاهم الاركتكتشر، تبقى فاهم الدنيا دي كلها، بحيث ان انت حتى لو هتتعلم لغه جديده، حتى لو انت في اضطرك انك تنقل من يونيتي لانريل وتشتغل سي بلس بلس، فانت بس كنت عايز اعرف بس الداتا ساينس، هل لازم اكون ادفانسد في الماثماتكس ولا لا عادي؟ مش محتاج ادفانسد خالص، هي يعني حسب الوضع. يعني انت لو انت يعني
كاره للماثيماتكس تماما، فانت ممكن يبقى بس جاست الباك جراوند اللي هي البيزكس تقدر ان انت تبقى فاهم الانتجريشن كويس، فاهم في الالجبرا يعني الباك جراوند الاساسيه. انت بقى عندك دلوقتي مشكله حاجه تبع السكيورتي حاجه يعني حسب اللي هي الايه البروبلم بيست بتاعك، انت ممكن بقى ما دام فهمت البيزكس تقدر بقى تفهم كويس اكتر في الايه في الحاجات الادفانسز بتاعت الجزء ده. مش عارف تجيب الادفانس بتاع كل حاجه لان الماثيماتكس بيفرق من ابلكيشن للتاني والابلكيشنز مختلف. جزء الارتفيشال انتليجنس مثلا في الداتا ساينس في حاجه اسمها فيتشر سيليكشن، انت تقدر تشوف انهي فيتشر اهم فيتشر اللي هتفيدني علشان اقدر اطلع الديسيجن. فان انت بتطلع الفيتشر اكستراكشن ده بايكويشن، كل ابلكيشن مختلف عن الابلكيشن الثاني في الفيتشر اكستراكشن او الفيتشر سيليكشن ده. انت تفهم البيزكس بتاعت الماثيماتكس بس كدراسه، لكن لما تيجي بقى انت فعلا بتعمل ابلكيشن معين حسب بروبلم بيزد بقى انت بدام عندك الباك جراوند تقدر بقى تضيف. طب في مصر هل الاستخدام الوحيد بس الداتا ساينس، ايه استخدام تاني في مصر شغالين عليه غير البيزنس؟ كل حاجه لا يعني لا ما هو اشهرهم هو البيزنس، فايه الحاجه الثانيه؟ لا بالعكس ده يعني ده بالعكس يعني في حاجات الميديكال كتير جدا يعني في حاجات السكيورتي فيها كتير جدا برضو بيشتغلوا في الداتا ساينس. اي تطبيق انت ممكن تخيل فيه الداتا ساينس. انا عارف هي كتيره بس اللي انا عرفته ان في مصر بس اللي بيستخدم اكتر هي بس البيزنس. لا متاكد من فين مصر؟ يعني احنا عندنا بس في موديل عشان مصر تشتري الامن من احسن باحسن طريقه من احسن مكان في موديل معمول ده وشغال كويس جدا وكل سنه وفر على مصر رقم كبير جدا في السنه يعني في 3 سنين في مصر. طيب في حالات كتير بالمنظر ده والموضوع بيجرو بشكل كبير جدا. طيب ايه السكيلز المفروض من دلوقتي اشتغل عليها يعني لو انا حابب اطور من نفسي في الموضوع ده؟ يعني اشتغل في الكودينج اكتر ولا في ال، وهل لازم يعني اعمل زي في الجيمنج كده اعمل برضو موديل بايدي عشان اقدمه ولا عمرك ما تحس ان انت عملت حاجه وفعلا في دماغك لما تعمل موديل فروم اي تو زد؟ يعني هي وعلى فكره هو بسيط جدا وفي كمان باكجز كتيره موجوده ولايبرريز انت ممكن تستخدمها. يعني حته الديب ليرنينج والارتفيشال انتليجنس في حاجات كتير قوي انت ممكن تاخدها وتفهمها كويس وتقدر توظفها تبع الابلكيشن بتاعك. فحتى ان انت تعمل موديل دي مش الحاجه اللي تخض دي بسيطه جدا، جاست ان انت بتختار التطبيق المناسب. السكيلز اللي انت محتاجها لازم تبقى بروجرامنج كويس وتختار لغه برمجه يعني كومباتبل مع الحاجه اللي انت عايزها، ودايما هو البايثون والار من اكتر البروجرامنج لانجويج اللي بنشتغل فيها في الجزء بتاع الداتا ساينس. لكن جزء بقى الارتفيشال انتليجنس هو الترند كله رايح ناحيه الديب ليرنينج، وفي حاجه تانية اللي هي الاكتيف ليرنينج يعني دي من التكنيكس الجديده اللي بتظهر وكلها بتدور حوالين والله حاجه واحده. انت بس يبقى عندك بيزكس ماثماتكس فاهم كويس بايثون وار، ولو انت بقى حبيت الابلكيشن بتاعك تشتغل بيج داتا او لا يعني مثلا الابلكيشن بتاعك الزراعه ده لو انت شغال على داتا سيت صغير مش محتاج بيج داتا مش محتاج سبارك ولا الحاجات اللي هي البارل بروسيس. طب لو حاجه في السايكولوجي بتاعك حاجه لو يعني انا كنت قلت لكم وانا بتكلم ان ممكن تدخل تعمل اكونت على اي بي ام، اكتب اي بي ام على جوجل كده اي بي ام كلاود او اللينك هتجي لك، اعمل لوجن واعمل ريجستر بالاي دي التجاري يفضل يكون بتاع الجامعه، هو ينفع باي حاجه يعني بس بتاع الجامعه بيدي احسن شويه، ممكن يديك 6 مانث فري. ممكن تلاقي نفسك بتعمل سيرفيس جاهزه خالص لماشين ليرنينج او داتا ساينس وكلاود باك فور داتا، وتلاقي سيرفيس موجوده بيسموها بولر بليتس كده بتاخد منها سيرفيس زي مونجو دي بي مثلا، يديك سيرفيس كامل مونجو دي بي ويديك امبلمنتيشن عليها وفيها سكيورتي كل حاجه وتطلع بيها ابلكيشن، يعني تطلع بيها ابلكيشن بسيط. على فكره انا الكورس بتاع الكلاود كومبيوتنج والموبايل كومبيوتنج اللي علمه لي هو انا خدت الكورس معايا وهو فعلا كنت شغاله داتا ساينس بس حبيت بقى لما حبيت ادخل كلاود. البحث ده كان بعد ما باشمهندس اسماعيل كان بيدرس لنا ده، يعني كان من الحاجات المفيده جدا حتى الداتا ساينس تضيف عليها بقى كمثلث واستخدمت اللي هو قال عليه دلوقتي ده. طيب مجال غريب شويه في الداتا ساينس السايكولوجي في الداتا ساينس، هل
حضرتك سمعت عن كامبريدج أناليتيكا؟ حضرتك سمعت عن كامبريدج أناليتيكا؟ كامبريدج أناليتيكا؟ أكيد أكيد فيها طبعاً. يعني إحنا في الـ IBM في حاجة اسمها واتسون سيرفيسز تالنت أكوزيشن، يعني دي رقم واحد في الناس اللي بتعرف تشتغل AI يعني، وعملنا بيه حاجات كتير شبه كده، وبيعمل سايكومسك تيست وبيعمل حاجات سايكولوجيكال تيست، هي حاجه زي كامبريدج اناليتيكا، وبيطلع فعلا ذا رايت بيرسون فور ذا رايت جوب لمؤسسات كبيره بره وعاملينه، بس هم بيبيعوا الموديل ده، بيبيعوا الموديل ده للشركات. واحنا اخر حاجه كنا في دبي يعني اراوند 200 الف دولار يعني. الموضوع ده موجود في اي بي ام بس؟ واتسون موجود في اي بي ام، اكيد في ناس ثانيه عاملين شبهه، بس يعني ده اكثرهم كفاءه اللي انا عارفه، ما اعرفش برضه بس انا مش عارف ايهم اقرب في الاقسام دي اقدر ادخله، يعني يبقى يفت شويه مع الكونت ده ديزاين والله ديزاين ليه يعني؟ لان علم الكمبيوتر كله قايم على الكونت، كل علم الكمبيوتر كل الكمبيوتر ساينس كله قايم على نظريات الكونت، الجريت كومبيوتنج والديستريبيوتد كومبيوتنج كل ده قايم على الكونت. كونت كومبيوتنج السنه اللي فاتت السي او الشيخ طيب قال انه رقم واحد عشان هو ده اكتر مشروع عشان هو طبعا موضوع موضوعات الكبيره جدا وانا كمان بحثت اشتغل فيه لان انا زمان خالص اول ما اتخرجت من الاي تي اي رحت قدمت في ام اي تي عشان الادمت يعني فاخترت حاجه بالكوانتم كومبيوتنج والحمد لله نجحت خدت الاكسبتنس بس ما رحتش عشان الفلوس يعني كانوا عايزين، هم بيحتاجوا ارقام كبيره شويه. فكان الكلام عن كود عملت موديل صغير بالجافا ازاي نفك شفره تي اكتر من 128، كان ساعتها 128 لو هتفرج على فيلم سوورد فيش ولا حاجه زي كده كان ده يعني الاختراع ساعتها. 128 احنا كنا عاملين الموديل، وكان في واحد بس سابقني كان هو اللي بيعمل بي اتش دي، كنت بتواصل معاه من هو الجامعه كان بيتاهلني ان انا اتواصل معاه. وعليه ادوني الاكسبتنس على البارت بتاع ان انت شغلت بايديك وطلعت حاجه كويسه زي ما قال الباشمهندس بيتكلم كده. احسن حاجه في مجالنا ان انا اشتغل بايديك. اللي هيشتغل بايديك يشوف شغلانه ثانيه. بجد يعني والله بجد اللي هيشتغل بزنس كده وراجل لابس جرافطه وبطولين السيلز حلو. يعني الجماعه بتوع السيلز شغلهم حلو، بيكسبوا اكتر، بيلبسوا اكتر، وبيعملوا عربيات احسن، بس يعني الابريشيشن بتاع الاي تي انا مره جالي ابلكيشن كويس جدا حسست ان انا مبسوط جدا. يعني كنت في بيروت وكنت المفروض ان انا رايح اعمل ساعه واحده بس هكلم كاستمر بنك هناك احكي له السولوشن بتاع الانتجريشن بتاع الاي تي ام عامل ازاي وهمشي. يعني رايح بس بيروت على الساعه دي وامشي على طول. فقعدت وحصل حلو ان انا كنت اول واحد اتكلم، فقعدت اتكلمت تقريبا خدت السيشن كلها ما اعرفش هم اللي اختاروا يعني. قعدت ثلاث ساعات بنتكلم، فانا ماشي اتكلمت كتير بقى وزهقت من بصراحه يعني البنت اللي كانت هتتكلم بعدي كانت اشهر واحده في بيروت بتبيع الاي تي ام سيستمز اللي انتوا عارفينها بتاعت فقالت لي انا كنت مستمتع، ما انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده، بس انا كنت مستمتع جدا وحاسه ان في حد متعلم بيتكلم. فده احساس حلو يخليك تحس ان انت باورفول، يعني الاي تي اللي كويس باورفول. الاي تي كتب اصلا زي ما كنت بقوله في المحاضره، الناس اللي بتتكلم باللانجوج دي بقت بتقرا لانه مجال اتراكتيف والناس كلها رايحه تجري عليه. بس المميزين فيه هم المميزين، والمميزين دول انا بقول لكم نصيحه يعني خدوها، حط المنتاليتي وراها، يعني خلي المنتاليتي تدفعك انك تشتغل اكتر وتتعلم احسن وتطلع نتيجه احسن وبعد كده تكسب. انما هكسب من اول لقطه دي يعني مش الشغلانه في والله انا عايز اقول لكم انا بقالي اكتر من 3 مانس يعني بحاول هاير ناس في اماكن كويسه بفلوس كويسه. المشكله في الشيفت ليفل ده، انت ما انتش عارف الناس ما بين ان هو فريش جرادويت شاطر جدا بس ما عندوش اي نوع من انواع الاكسبيرينس وما اشتغلش بايديه فما بيخش في اي موضوع، في كلام في موضوع ايوه سمع عن البايثون، سمع عن الار، عمل بيه ايه؟ لا ما عملش حاجه، اعمله هو ايه اللي منعك تعمل؟ يعني
نعمل ويطلع حاجات كويسه. مش مستغربوا باللي معاهم. دي بتديك انت قوه في ان انت تتعلم تتكلم كونفيدنس عليك. ويا اما حد شاطر قوي وده بيطلب اكبر كتير جدا من اللي حاطينه في البوزيشن بتاعه ده. وللاسف فتره في مصر كده فتره من ناس كتير مشيت من مصر بس يعني خلقت جيل صغير. بس دلوقتي بعد ما الحمد لله الكورونا ان شاء الله يعني تمشي بقى يعني كفايه كده نزلنا منها. لا سوق العمل اجريسيف جدا وهيجيب ناس كويسه بس مجال الشاطر بجد يعني اللي بيشتغل يعني بايديه اللي مش هيطلع حاجه بايده ويعرف يشتغل ويطلع حاجات بايده كده وهو عارف انه بيطلعه ده مش 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 واحد صاحبه اللي مديله الباكج ديت وبيقول له ران فهو عمل ايه ران وعملها تيست الحمد لله اشتغلت. انت ايه بقى مجهودك انت في التيست اللي انت عملته ده اللي اشتغلتها انت اول شيء حلو على البرنامج مثلا لا يعني اشتغل انت بايدك واول برنامج تشتغل فيه ويطلع صح من اول مره ارميه لانه اكيد غلط لازم تطلع فيه ايرورز وتشوفها وتحل وتتعلم منها يعني. ان شاء الله ما اعملش سفير تاني. حاجه نقطه ثانيه غير الشغل بالايد عامه القرايه مهم جدا. قرايه الكتب هتفرق يعني معاكم بشكل رهيب وهتعليكم على اي حد حتى الناس اللي بره. هتاخدوا حاجات في الكريكلم كويسه جدا وكل حاجه بس كل لما تخرجوا بره ولما تشتغلوا الليرنينج بروسيس ما بتقفش واعتمد على توتوريالز وفيديوز دلوقتي سهل جدا وتخش على يوتيوب تلاقي كل حاجه والكلام من ده. بس الكلام ده برضه مش احسن سورس للنولج. الكلام ده بيخليك مش مهندس بيديك صنايعي. فمهم ان انت لو عايز تبقى انجينير فعلا انك تقرا كتير. السكيل دي لما تتعلمها وتتعلم ان انت تستخلص اكسبيرينس ومعلومات من الكتب هتفرق معاك وتعليك فوق تتابع الناس اللي في السوق. انا بس كنت عايز اسال على حاجه في الجيم ديفلوبمنت. انا مهتم بالسيستمز انجينيرنج والسيستم اركتكتر اركتكتر. انا كنت عايز اعرف هل اشتغل بروجكت بريدومينتلي في الانجن ولا اشتغل حاجه من الجراوند ابدا انجن بتاعي واعمل بروجكت فيه ولا اشتغل في انجن اعدل عليه. بص الاجابه ان هو مش فارق كتير المهم في الاخر يعني انت حتى جوه الانجن انت هتضطر تعمل حاجات فيها ستراكشر ريموت هتعمل اوبزرفر باترن تعمل سيستم مظبوط هتستخدم داتا دريفن ديفلوبمنت هتشتغل حتى لو هتشتغل حاجات يعني زي سبورتنج ديفلوبمنت بتاعك زي تاسك دريفن ديفلوبمنت كل ده تقدر تعمله جوه الانجن تقدر تعمله بره الانجن بس ويدي لك الحاجات اللي هي محدش عمره هيطلبها منك في الشغل ده هو خلاص فيزيك سيستم هتلاقي كل الدنيا فيها فيزيك سيستم مش هتعمل فيزيك سيستم جراوند اب ممكن انت تعمله از ا بيرسونال بروجكت ان انت عايز تعمل الفيزيك سيستم في فيزيكس عالم موازي مختلفه تماما انما الحاجات الاساسيات مش مضطر تشتغل فيها بس كده كده اي بروجكت هتشتغل فيه هيحتاج منك انك تعمل ستراكشر كويس لو انت عايزه يبقى موديولر عايزه يبقى اكستندبل عايزه يبقى اي حد يقدر يجي يشتغل عليه بعد ده طبعا دي اهم حاجه في الشغل ده فلا مش فارقه انت بتشتغل بره او في الانجن بس هيسهل لك ستبس محدش عمره هيطلبها منك. ادخل اكمل في او او بي ولا اكمل في الداتا دريفن عشان انا شايف ان في شيفت كامل ان الناس بتقول ان الاو او بي مات وان يلا داتا دريفن بروجرامينج. الاو بي عمره هيموت. في اتجاه طبعا ناحيه الداتا دريفن جامد دلوقتي وده طبعا عشان شايف ان هو بيستخدم الداتا والحاجات دي كلها وضبطه والكلام ده جاي يعني ده خلاص هيبقى ستاندرد طبعا فتره. لازم يبقى عارف هو بي كويس لازم طبعا هو بي ما ينفعش مش هيموت ابدا لازم تبقى فاهم فاهم الكونسبت بتاعته وفاهم الباترنز والحاجات كتير المبنيه على اساسه واللي هي الداتا دريفن ديفلوبمنت بيستخدمها في الاخر. انا بس بتكلم ان في الاندستري عامه يعني مثلا لو اشتغلت في شركه زي ما حضرتك بتقول سواء يعني في الفريم ورك اللي الشركه شغاله بيه يعني هل اسيب الاو بي ولا اركز على داتا دريفن ولا اسيب الداتا دريفن واركز على الاو بي ولا اشتغل في الاثنين؟ لا اهتم الاول بالاو بي فهمه كويس قوي وانقل على الداتا دريفن. ايه بس سهل عليك بقى
بالنسبه للداتا ساينس انا مش عارف صراحه ابدا منين، عشان كده اتلخبطت خالص. عايز تبتدي ايه يعني؟ تبتدي كسكيلز عايز تفهمها قبل ما تبدا يعني موديل، ولا انت مش يعني تبتدي ايه؟ تقصد ايه؟ انا لسه ما درستش اي حاجه يعني، دوب درست بايثون بس، بس مش عارف استفاد منها ايه، مش عارف هيفيدك لسه في ايه او كده يعني. يعني ايه المفروض انا اذاكره عشان انت شاطر بايثون كويس؟ ما عرفتش اي حاجه، انا ذاكرت بس. طيب يعني هنمشي واحده واحده. انت دلوقتي عايز تعمل تشتغل شغل داتا ساينس، وانت عندك بروجرامنج لانجوج، فاهم الساينتكس بتاعها او فاهم بتتكلم ازاي بس. تمام. فانت دلوقتي الخطوه اللي جايه دي ان انت تقرا يعني ايه داتا ساينس، وازاي ان انا اربط الماشين ليرنينج او ان انا اربط الارتفيشال انتليجنس دي، واعمل ابلكيشن صغير كده ربط الموديل ده او الكلاسيفيكيشن موديل او الماشين ليرنينج موديل باستخدام البروجرامنج لانجويج اللي انت عارفه. يعني الاول ابدا بدي، ابدا بحاجه بسيطه كده، حاجه كلاسيفيكيشن كده، اديله داتا سيت بسيطه وهو يطلع لك ديسيجن. ايه تستخدم حاجات جاهزه الاول يعني في الداتا ساينس، في حاجات كتير الاول جاهزه، افهم وافهم شغاله ازاي. بعد كده ابدا شوف تطبيق اكبر شويه، وابدا نفذ اللي انت شفته ده بس على اكبر شويه. بس قبل ما تبدا تاخد الاكبر شويه لازم تبقى فاهم كويس قوي يعني ايه ماشين ليرنينج، يعني اساس الداتا ساينس عشان تبدا تطبقه مظبوط، وان انت تعلم الماشين بتاعك يبريدكت او يديك ديسيجن في حاجه، يبقى لازم تبقى فاهم اي اي او ماشين ليرنينج كويس. منها ايه يعني برده عشان ما توهكش كتير، ابتدي بالكلاسيفيكيشن. يعني ابتدي كده بحاجه اسمها كلاسيفيكيشن اس في ام، اللي هي الاس في ام كلاسيفاير، ده من ابسطهم، واقرا كده فيه بالراحه وشوف ازاي ان انا اقدر اطبق ده مع البايثون بتاعي، وما تشتغلش بيك داتا دلوقتي، يعني اشتغل داتا عاديه عشان ما تدخلش نفسك في 100 كاتيجوري مره واحده وتتلخبط وهتحس ان الموضوع كبير. الاول خد كلاسيفيكيشن موديل بسيط زي الاس في ام، طبقه على داتا سيت وافهمه ماشي ازاي. حبيت بعد كده تكبر الداتا بتاعتك، تبدا تدرس بقى، تبص على الحاجات اللي هي زي السبارك والهادوب والجزء بتاع البيج داتا ده. بس الاساس الداتا ساينس، افهم الاول ماشين ليرنينج تكنيك وازاي تطبقه على البايثون. بايثون فيه لايبرري كتير موجوده في الجزء بتاع الماشين ليرنينج. تمام. فكبدايه بس اس في ام، اس في ام اللي هي سبورت فيكتور ماشين، ده اول كلاسيفاير جربه كده، هو هيكلاسيفاي الداتا اللي عندك وهيديك ديسيجن. انت عارف يعني ايه كلاسيفاير او كلاسيفيكيشن؟ انا دلوقتي عندي داتا سيت كده وعايزه اقرر، يعني ناخد مثلا زي ما دكتور اسماعيل كان بيقول على موضوع القمح، عندي شويه مواصفات مثلا يعني لشكل القمح، حاجات كويسه وحاجات مش كويسه، في فيتشرز، حاجه بتسفر، حاجه الكيرف بتاعها عامل كذا، دي داتا سيت بفيتشرز بتدخلها على الكلاسيفيكيشن بتاعك، بس مش بتدخل كل الداتا سيت بتاعك، بتدخل نقول مثلا 70 او 60% منها، وتعلم الماشين بتاعك تقول له دلوقتي لما الفيتشر بتبقى صفر وتبقى مقطوعه من الحته دي، او تبقى مثلا لونها كذا، يبقى دي كويسه. اف زين رولز، لو هي كده تبقى دي good product، لو دي يبقى مثلا product مش يعني بايظ او في مشكله. ال 30% بقى اللي جاي لما هيدخله من غير ما انت تعمل اي حاجه، هو يكلاسيفاي يقول اه ده كذا وكذا، يبقى ده الديسيجن ده تقدر تستخدمه، لا ده ما تقدرش تستخدمه. هي ده الكلاسيفيكيشن، ان انت بتدخل input يعمل انت علمته ان لو دخل لك كذا وكذا يبقى طلع decision ان هو كويس. بالظبط. اف زين رولز كتير بقى، بدايتها لنقول الكلاسيفاير اللي هو الاسم. بص، حلو، انت درست داتا بيس. حلو. وان شاء الله هتدرس ادفانس داتا بيس، صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كويس؟ انت بتدرس اساسا ريليشنال داتا بيس. تمام؟ هتاخد كورسات ان شاء الله في التخصص عشان تعرفك على حاجه اسمها نان ريليشنال داتا بيس. واخد بالك؟ كورسات متخصصه في الداتا ساينس، واخد بالك؟ لما تدخل الداتا ساينس يعني ان شاء الله. تمام. وهتدرس معاهم اوكي شويه حاجات في تريننج، يعني هتاخد تريننج جنب منهم على تولز معينه علشان تعمل بيها داتا اناليسيس، واخد بالك؟ اهم حاجه انك انت تتعلم ازاي تستطعم البيانات، مش انت بتستطعم الاكل او البيانات ليها طعم، خلاص؟ فازاي تستطعم البيانات دي؟ خلاص هتيجي من خلال الايه
من خلال كثر التعامل مع مين؟ مع البيانات، من كثر التعامل مع البروجكت. يعني انتوا خدتوا تريننج على بايثون تمام، في ناس دخلت وفي ناس ما دخلتش، انا ما اعرفش بصراحه ربنا. وبايثون ده احنا كنا جايبين شركه من السوق بتدي بايثون تمام، وفي ناس نفذت بروجكت بالبايثون. اوكي، الناس افتكرت ان هو ده اخر حاجه في البايثون، خلاص كده انا اتعلمت بايثون. لا، ده انا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ستيب 1، بعد كده في ستيب 2، في ستيب 3 تمام. كمان الكلام اللي قالت عليه الدكتوره، خلاص كده انك انت تعمل كلاسيفيكيشن والكلام ده كله، كل ده هتتعلمه، واخد بالك؟ يعني ما تقولش الهام هو انا هعمله ازاي خلاص. لا، انت لو حابب المجال جو اهيد وسيب لي انا خلاص اعلمك ازاي تعمله. ان شاء الله ان شاء الله يعني هتعمله، وان شاء الله هتتخرج خبير وربنا ييسر ان شاء الله. اوكي، بس ما تقلقش من ده، واخد بالك؟ انما انت حابب انك انت تبص للداتا تفهم ايه اللي ورا الداتا دي، يبقى هو ده الداتا ساينس. ازاي بقى؟ خليها على الله. ماشي، شكرا. بعد اذن حضرتك، انا مبدئيا كده مش من جامعه هنا، انا بزنس انفورميشن سيستم جامعه حلوان، بس عموما كمبيوتر ساينس انا اصلا مهتميه بيه، الجامعه اللي حبيت فيه. بس عشان اكون صريحه، اكيد انا مش باخد بالشكل اللي اتخصص في حاجه مثلا زي حضرتك بتتكلم عنها. يعني معنى صح ان ممكن ناخد اول سنتين وبتخصص انا باخد بزنس، يعني ده مجمله. بس انا مجال كلاود هو اللي عجبني جدا. اخر عايز اقول لحضرتك، هو انا ينفع فعلا التراك ده انا همشي لوحدي مش بتابع جامعه، هل ده هينفع ولا لا؟ هو اكتر تراك ينفع يتمشي لوحدي ببساطه، لان كل الكلاود بروفايدرز في الورلد وايد يهمهم الناس تستخدم كلاود سيرفيس، فعاملين فري اكونتس وعاملين حاجات تعليميه وعاملين فري سيرفيسز بتديها عشان تشتغل عليها. وبالعكس ده كمان ممكن يساعدك ان انت لو عملت ابلكيشن له ايه ما تحطيه على الماركت بليس بتاعه ويبيعه لك هو وياخد منه جزء وانت جزء. فالكلاود هو اكتر مجال تقدر تدخل فيه وتشتغل فيه انت لوحدك، بس طبعا لازم يكون حد عنده نولج كويس عشان يعرف يشتغل كويس مظبوط ما يفشل. وات ايفر انت هتشتغل على انهي كلاود بروفايدر، يعني زي ما الزملاء كانوا بيتكلموا الاي دبليو اس او مايكروسوفت او اي بي ام، على حسب بقى انت رايح هتعمل ايه بصراحه. يعني الفكره ازاي، انت عندك بيزنس، فكره في بيزنس عايز تعمليها وفي انهي اتجاه، عشان نقول لك الكلاود بروفايدر اللي شاطر قوي في الحكايه دي يقوم يطلعها كويس. يعني لو بتتكلم في حاجه شبه الحاجات اللي عندك فكره الداتا ساينس وبيزنس والكلام ده ومودلز، هتلاقي احسن ناس اي بي ام اللي عندهم واتسون سيرفيسز، احسن ناس بتشتغل في الموضوع شويه. الناس اللي عندهم هيوج داتا وبيج داتا والكلام ده، ممكن تلاقي الناس اللي بتلعب ستورج زي ديل اي ام سي، الناس اللي بتشتغل على ابلكيشن فرونت اند ابلكيشن زي اي دبليو اس ومايكروسوفت، دول بيحبوا الابلكيشنز اللي فيها بيسموها فيتشر ابلكيشن او فانكشن ابلكيشن زي اتش ار ابلكيشن، اي ار بي ابلكيشن، شكل الابلكيشن عامل ازاي. على حسب انت واتس يور بيشن، يعني انت رايحه تتعلمي في الاول عشان توصلي لي لفين بقى، يعني هبقى ويتش بويتش يعني ميجور، انا هبقى شايف ان الكلاود ده بقى تخصصي انا فيه، ده مهم جدا. فلو ده موجود من عندك نقدر نساعدك، وهو الاثنين على طول، يعني عندي اكسس على كل البنت والتقريبا. لا مش حاضر حضرتك دلوقتي ايه بالظبط، بس هل هو ممكن البيزنس اللي انا بدرسه هل ده ممكن شيء يساعدني في المجال ده؟ هو اللي ما نعرفوش ان البيزنس هو اللي بيدرايف كل، يعني هو احنا بنعمل تكنولوجيا عشان خاطر بيزنس. فاذا الناس احنا عندنا مشكله ان الناس اللي مش فاهمه بيزنس واي تي مع بعض ات ذا سيم تايم، الناس بتوع الاتيه في جزيره والناس بتوع البيزنس في جزيره، وقليل قوي لما بنلاقي حد فاهم الاثنين. عشان كده احنا بندرسهم في وسط الكريكلمز، يعني الناس اللي بتدرس اي تي نديهم شويه بيزنس او العكس. هي تالنت اكتر منها اي حاجه ثانيه. واحد دماغه بيزنس طول الوقت، وطول الوقت دماغه بتفكر هاو كان جيت البيزنس من الشغلانه بتاعت الاي تي دي، ودول قليلين بتلاقيهم حاجه. اكيد طبعا الموضوع بتاع البيزنس هيفيدك كتير جدا انك تعرف كلاود كويس، لان انت لازم تمسك التول في ايدك كويس عشان تعرف تقدر تعملي ده ولا لا. لان ببساطه لما تسالي حد انت مش عارفه توصفي له، واحنا شويه يعني في مصر ما بنعرفش نوصف قوي، احنا لغايه النهارده ما بنمشيش على اتجاه، ما حدش يعرف شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب خالص، يعني ما حدش بيقول لحد التاني شمال دي،
فيش عندنا شمال ده نمشي على طول مفيش شمال يعني احنا فما بنعرفش نوصل بالظبط احنا عايزين نقول ايه خد الهوتيل فلا البيزنس موضوع مهم جدا في درايف تكنولوجي وهو اصلا الاي تي لما بقى له قيمه كبيره جدا كده عشان هو بيلاين مع البيزنس كويس في كل المجالات انت بتتكلمي مثلا بالماركت سيجمنتس بتاعت الميديكال مثلا انت شايفه البانادوميك اللي حصل بتاع الناس اللي اشتغلت اي تي كويس مع الابحاث العلميه بتاعت الكلينيك هم اللي كسبوا بس الباقيين كله متاخر يعني الطفره اللي عملتها الصين عشان تحل المشاكل بتاعت البانادوميك اول ما ظهر عملتها الاي تي وانهم اكسس على كل السيرفيس بتاعتهم كويس وبيعرفوا يعملوا روبوتس وبيعرفوا يعملوا في حاجات كتير جدا فطبعا يعني الكلاود سيرفيس هو اكتر مجال شويه انه بيتاتش كل حاجه انا عايز اقول لحضرتك لو احنا عندنا وقت شويه كنت قلت لكم مثلا في كلاود سيرفيس بسيطه جدا من اي بي ام ممكن تدخل تعمل داتا ساينس بروجكت صغير وتعمل فيه موديل صغير بيعمل اوتو كلاسيفيكيشن مثلا زي اللي كنت بتكلم عنه انا عملت مره في العمان اير ويز عشان خاطر بيطلع لهم لسته بالناس اللي ناويه تقفل الخدمه مع شركه عمان اير ويز الشهر الجاي وبناء عليها تطلع كل الاولاني ترتيب الناس اللي هيقفل الخدمه وايه احسن اوفر من دهوره بحيث ان هو يرجع عن رقم هو ممكن يديله دقايق اكتر ممكن يديله انترنت احسن ممكن نقفل معاه الخدمه ورايح دماغنا يعني كل ده كان مكتوب في الموديل واستخدمنا مودلز كتير والجوريزمز كتير في الموضوع ده بتول من التولز بتاعتنا في اي بي ام اسمها اس بي اس اس موديل لو حد سمعها كنا شغال على كلاود سيرفيس ففي حاجات كتير يعني حاجات كتير انت ممكن تخلي بس الحقيقه انا عجبني السؤال بتاع نبدا منين ده وانا لو بتاخد رايي انت تبدا ايه الاول بس تبدا تفهم ولا تبدا تشتغل تفهم يبقى هتسافر وهتعرف كورسات في كورسات كتير وفي حاجات بلاتفورمز كتيره زي كورسيرا وفي حاجات في الجامعه ما تعتمدوش على الجامعه لوحدها لان احنا بكل الاحوال الجامعه بتديك بس انيشيشن اكوردنج لكريكولم معين بتايم معين في حاجات محدده في وقت محدد استفيدوا من بعض استفيدوا من وجودكم مع بعض لان وجودكم مع بعض هو اكتر حاجه ورثي في الجامعه بصراحه انا اكتر حاجه استفدت منها في الاي تي اي ابر ان انا كنت كان معايا زمايلي شاطرين عاوز اسال سؤال عن الداتا ساينس هل ليها تداخل في او احتكاك بالبحث العلمي زي الطب مثلا في الامراض الكانسر كوفيد بس دكتور ما رضيتش تتكلم عن الابحاث بس قلنا عشان ما نطولش عليكم يعني اكتر فتره نشرنا فيها داتا ساينس هي الفتره بتاعت الكوفيد دي لان حاجه مرض جديد والناس كتير متلخبطه فيه ومحتاجين ان يبقى في التكنولوجيز داخله فالجزء الطبي ده من اكتر الحاجات يعني انا استغربت ان مش كان بيقول لي البيزنس لا هو من اكتر الحاجات اللي الداتا ساينس داخله فيها هي الجزء الميديكال والطبي والدفاع والجيش والزراعه يعني هي هو جزء الداتا ساينس داخل في كل حاجه الجزء الطبي لما انت بتبقى معتمد على ماشين ما بيغلطش ما فيش فيه اي ايموشنال ويديك ديسيشن فانت بتبقى وانت واخد القرار مش هنعتمد عليه 100% بس انت واخد القرار وشايف ان الموديل موافقك عليه دي من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا فجزء الكوفيد خدنا فيه ابحاث كتير جزء الريموت بيشنت مونيتورنج ان انت تستخدم الكلاود مع الداتا ساينس دي من الحاجات المهمه جدا معظم مشاريع التخرج السنتين اللي فاتوا روبوتك سيستمز او في الهندسه عندنا ان هو ازاي بيسيرف البيشنتس في البانديميكس او في الوباء وان هو ازاي ما يتعاملش مع البيرسونز وكده دي كلها شغل الداتا ساينس بقى مع الكنترول والامبيدد سيستم الجزء الثاني بس فهو داخل يعني كان في بروجكت اللي طلعنا منه بحث واحد بس اللي كان مطلوب منا في كوفيد 19 خدنا عليه 100,000 جنيه من اكاديميه البحث العلمي يعني بقى بتعمل سبورت جامد للحاجات اللي هي تبقى ابلكيشن ليها تعمل حاجه مفيده اكاديميه البحث العلمي برضه على قدهم يعني ده يعني دي كانت حاجه لكن ده مجرد ان هم طلبوا منا طلبوا بحث واحد كويس الموضوع ده رقم كبير جدا بالنسبه للكوفيد بس بقى جميل لما يبقى في بقى مشاركه يعني لما تبقى انت تعمل بحث معاك واحد فاهم دكتور او حد في علوم او حد في يعني احنا بنعمل بحث دلوقتي حاجه ليها علاقه بالنانو بارتكلز معانا ناس مثلا من علوم وكيمياء علوم كيمياء
انا ككمبيوتر انجينير ما بفهمش في الكيمياء قوي، افهمها كويس قوي منه، افهم هو عايز ايه اللي يدخل وايه اللي اعمل له بروسيسنج وايه الديسيشن اللي عايزه. اي حاجه بقى فهمتها اقدر بقى عملت اناليس صح اقدر بقى اعمل اي موديل عليه. انا شايفه الفيوتشر في الحته دي، يعني انا المفروض ما اقولش يعني، بس انا شايفه ان الداتا ساينس هي داخله في كل حاجه بصراحه. طيب دكتور، هو بالنسبه للداتا ساينس انا بدات كورس اللي هو بتاع ماشين ليرنينج، تمام؟ ككونسبت انا فهمت اللينير ريجريشن واللوجيستيك ريجريشن تمام، بس لما اخش في الجزء بتاع الماثيماتكس بتوه فيه شويه، نوصل للاخر لحد ما اطبق التاسك اللي بيطلبوا مني ككودنج، بحس ان هي ايكويشنز يا دوب، بس انا عارف السنتكس بتكتب ازاي، كنترول سي كنترول في او على صح زي ما هي، بتاخد الايكويشن از ات وتحطها كوبي وبيست. اه ده بعد انا فهمت الكونسبت تمام. في الماثماتكس بتوه شويه، بس ممكن اكون طبيعي طبيعي جدا. هو يعني على فكره انا لحد دلوقتي والله لسه بتوه، هو جزء الماثماتكس مش الحاجات السهله، انت بدأ يعني انت تحاول كل شويه قابلك مشكله عافر وحاول معاها، ومره ودي عمرها ما تيجي من اول مره، جزء الماثماتكس ده ما بيتفهمش من اول مره يعني. فانت حاول على قد ما تقدر تقرا في الجزء ده وتشوف الابحاث الثانيه عملت ايه، يعني لازم او قبلك عملوا ايه، يعني تقرا في الجزء ده وما تخضش نفسك، لازم تبقى عارف كل الماثماتكس اللي ليها علاقه بالجزء ده. انا دلوقتي خليك دايما بروبلم بيز، انا دلوقتي عندي حاجه عايز افهمها او عايز اطبقها، افهم الجزء بتاع شوف يعني الجزء الماثماتكس ده لوحده قصه كبيره. يعني احنا ساعات بنلجا لناس في الرياضه ونروح نقعد معاهم ونقول لهم الجزء ده ازاي يتفهم ازاي يتعمل ازاي، لان على فكره من اساس الاي اي هو جزء الماثماتكس، يعني اللي كاره ومش فاهم نهائي جو الماثماتكس بيبعد عن الاي اي، يشتغل داتا ساينس حاجات كلاسيفيكيشن بايكويشنز بسيطه، مش الحاجات الكبيره دي. بس انت في حاجات انت ككمبيوتر انجينيرنج جراديويت مش لازم انت تبقى فاهمها ان ديتيلز، يعني في حاجات انت ممكن تسكب، يعني لو انت حاجه ليها علاقه اكتر بسيري معينه وبتتثبت وكده، افهم بس هي ايه الانبوت وايه الاوت، دي اهم حاجه، ايه الانبوت بتاعك وفي الاخر الموديل بتاعك ايه الاوت اللي بيطلع. لكن كويس انت بدات تشتغل في الجزء ده، والجزء اللي انت فهمته اصعب من جزء الماثماتكس، يعني ناس كتير قوي جزء الريجريشن ده بيلخبطها وازاي واشتغل فيه ازاي، ده كويس جدا ماشي مظبوط. انا عايز استغل الفرصه بصراحه، لانه للاسف في ناس اشتكت ان احنا مركزين معاهم شويه في الماثيماتكس. يعني الكريكلم بتاعكم هتلاقوا فيه كورسات ماس 1 وماس 2، وهتلاقي فيه اللي هي الكورسات بتاعه الاستاتستكس. في ناس لما درست الماس 1 والماس 2 واخدين بالكم، احنا بندرس ده ليه؟ احنا في كمبيوتر ساينس، تمام؟ فانا مبسوط قوي منك بصراحه، مبسوط من سؤالك جدا جدا جدا، تمام؟ علشان انا عايز الفكره دي مش بس توصل لكم كلكم، انا عايزها كمان توصل للدفعه الجديده، تمام؟ ان شاء الله. ليه؟ لان انا لازم ادرس ماس، واخدين بالكم؟ تمام. انا هفاجئكم مفاجاه، يعني ان انا واسماعيل بيور ماثيماتكس اند كمبيوتر ساينس من كليه العلوم. اقدر اختار كمبيوتر ساينس، اخد كليه كريدت اورز، كنت اقدر اختار كمبيوتر ساينس ساعات معتمده او ماثيماتكس. انا كنت طول الاوقات كنت بختار ماثيماتكس، من ضمنهم درست كوانتم كومبيوتنج، درست فرنش ايكويشنز كلها، درست كل الري اناليسيز كله. والحكايه دي خلتني احس ان بعد ما اتخرجت انا بصراحه يعني انا مش فاكر ان حد شرح لي حاجه مرتين، يعني والله بجد بكلمه بجد. وانا لما كنا في الاي تي اي كان حد عمال يتكلم في حاجات مهمه، وفي مره كده وتعب من مش لاقي حاجه اعملها في الاي تي اي، دخلت المكتبه قريت كتاب اسمه انسايد جي بي ام، ازاي جافا ماشين شغال. والله النهارده انا فاكر الحاجات منه. الماثماتكس انا من وجهه نظري يعني هو مفيش حد مش شاطر في الماثماتكس، هو في حد اتعقد منها، يعني في حد كده انا عنده مدرس ابتدائي اعدادي حد ضايقه من الماثماتكس، انما مش معقول كل دماغنا ماشيه لوجيك اصلا. فانت ايه اللي مضايق؟ انت لا يمكن اي حاجه لما حد بيجي يشرحها لك تفهمها تحسك استمتعت. طب ما الماثماتكس كده انك حاجه فهمتها، بس هي بتضايقك برضه لما ما فهمتهاش. فهي الماثماتكس مهم، يعني اللي يجي له فرصه يدرس الماثماتكس بتاعنا من غير تفكير بصراحه، والله في اي مجال وفي اي مكان يدرسها لانها تفيده كويس.
وبرضه من الحاجات خلي بالكم انا بستغل بس السؤال علشان اسئله كتير كان جات عندهم. وبرضه من الحاجات الحلوه اللي انت بتدرسها وبتسال نفسك هو انا بدرسها ليه الفيزيكس، لان الفيزيكس هي اللي بتطبق فيها المعادلات بتاعه المسائل. خلاص كده. فاذا ده اللي انا عايز اوصله لكم. انت درست، انا عارف ان كنتوا من دلوقتي هتروحوا تاني تقولوا عايزين ندرس تاني الماس اللي احنا كنا مطنشينه وكنا متضايقين منه وكنا بنشتكي منه، واخد بالك؟ لا، انت لما هتدرس ان شاء الله وتتقدم في الدراسه بتاعتك في امر الله هتحس ان انا عايز ارجع تاني للكورسات. من حسن الحظ بفضل الله سبحانه وتعالى ان كورساتي يا عم متسجله فيديو فشوفها فيديو خلاص. لكن الماس يعني ما تتعقدش خلاص. الماس كلها في الاخر بتتلخص انك بتعمل ايكويشن. معلش انا بقى بتاع ماس ما هفتري بقى، احنا طبعا عندنا استاذنا الكبير دكتور رفعت سالم موجود معانا هنا يعني، تمام؟ بس هو مش معانا النهارده، تمام؟ الماس كلها ايكويشن فيها اندبندنت في ناحيه فاريبل، وفيها من الناحيه الثانيه ايه ديبندنت فاريبل. انت كل اللي تعرفه بس والكل اللي انت عايز تعمله هو ازاي اقدر اميز الديبندنت وازاي اقدر اميز الاندبندنت وازاي اقدر احطهم في الايكويشن، لان الايكويشنز حدث ولا حرك، انواعها كتير قوي خلاص. وازاي تحل الايكويشن دي ببساطه شديده خالص. انا كده لخصت لك لا ما كتير واخد ويخش في الكنتينوس ويخش في الديسكريت، واخد بالك؟ كل القصص دي كلها بتدور حوالين الحته اللي انا بقول لك عليها. لو انت دماغك فهمت ازاي تعمل ايكويشن يبقى انت كده دخلت في الايه؟ فهمت القصه. والديب ليرنينج على فكره، والديب ليرنينج والماشين ليرنينج وكل الالجوريزمز اللي انت هتسمع عليها واخد بالك وهتدرسها ان شاء الله كلها ايكويشنز. شفت ازاي؟ انا لخصتها لك اهو. يبقى كلمه السر هي ايه؟ ايكويشن. طيب مين كان حد عاوز يسال؟ معلش يا حمزه انت سالت فانا بس باخد الناس اللي ما سالتش. ارجع لك هو بس عايز اعرف الداتا ساينس هو الاوتبوت بتاعي ثيوريتيكال؟ الاوتبوت بتاعي ده بيبقى ثيوريتيكال از ريسيرش بيبر زي اللي حضرتك عرفتيها دي ولا بيبقى؟ لا لا خالص، ده بالعكس، يعني معظم الداتا ساينس تمشي براكتيكال اكتر، لكن احنا بنحاول بقى نثبت ان الموديل ده كويس بالجزء الثيوريتيكال ده، ان انت بعد ما بتعمله مش جاست نو يديك اوت وخلاص، لا في الجزء الثيوريتيكال انت بتقيس بقى الاكيورسي بتاعك او البريسيشن او بتشوف الاداء بتاعك، والناس بقى تقعد الجزء الثيوريتيكال ده مش ان انت جاست تعمل موديل وخلاص، ده انت لازم تكون بتقدم يعني حاجه مبتكره الجوريزم جديد، والابحاث دي عشان تتنشر لازم يتاكد ان اللي انت عامله ده فعلا جديد وانت طبقته وقارنت نفسك بحاجه سابقه وسابقه جديده. يعني انت بتنشر في 2021 ما تجيبليش بحث في 19، احنا الحاجه بتاعتنا او المجال بتاعنا ده بيتجدد كل شهر حاجات جديده، فانت لازم دايما تبقى اب تو ديت. هو ده العيب الوحيد اللي في الكمبيوتر، لازم اب تو ديت. لو وقفت سنه خلاص انت كانك بالظبط من البدايه يعني. فالفكره ان جزء الثيوريتيكال ده حاجه اضافه للناس اللي حابه الريسيرش او حابه ان هي تضيف حاجه جديده، لكن الحاجات الالجوريزمز القديمه الموجوده انا ممكن اوظفها واشتغل بيها واطلعها، لكن انا الجزء ده بقول لك ان الابحاث العلميه الحاجات الاب تو ديت كلها شغاله في جزء معظمها يعني بيبقى اكتر في الداتا ساينس. الجيمنج او الكلاود طبعا موجودين، بس انا بشوف دايما معظم الابحاث بروحها ناحيه الداتا ساينس لان فيها مقارنات كتير والجوريزمز كتير انت ممكن تضيف فيها حاجه جديده، تعمل كومباينيشن بقى ما بين اكتر من الجوريزم وتحط حاجه جديده من دماغك وتجرب وتلاقي نتائج وحشه، جرب مره ثانيه تلاقي نتائج حلوه كده. وانا قصدي عشان انا مثلا انا عن نفسي مش بحب الدوكيومنتنج وان انا اقعد اكتب دوكيومنتيشن او ريسيرش او كده، فان انا يعني هل ده الاوتبوت انا يعني مش قصدي ممل، بس قصدي انا مثلا مش بعرف اعمله مش بحبه، فبحب مثلا اكتر انا اعمل حاجه براكتيكال. طب مش بس اسقط على نفسك، مش عارفه انا حاسه ان انا بعد 10 سنين كده اشوفك في بي اتش دي يعني، بس هي الفكره ان انت ايه ما ينفعش تقول يعني ما نجلكتش حاجه كده من الاول انا ما بحبش دي، جرب كل حاجه انت ما حدش عارف تقديرك ايه. تمام انا 3.5
وتحطها وتلاقيها جابت ريزلتس اعلى، هتقول طب ما انا انشر ده، يبقى دي حاجه سابقه باسمي، وفي بقى براءات اختراعات وفي حاجات انت ممكن تعملها. او في حته الكتابه دي، في المفروض ان الكورسز انتوا بتاخدوها يعني دي مش حاجه اللي تخض منها. ده انت اصلا في كورس واحد بيخليك تعرف تشتغل، تعرف تكتب تكنيكال ريكوردز مظبوطه. يعني هو في جزء براكتيكال برضه غير الاساس. البراكتيكال الاساس هو البراكتيكال في الداتا ساينس. هو اساس كل البارل بروسيسنج اللي يتعامل مع البيج داتا، هو اساسه الهادوب. حطوا بقى عملوا حاجات كتير بعدها بقى السبارك والاتش تو او، وعملوا بارل بروسيسنج كتيره جدا وبتبقى اسرع وكده، لكن عشان تفهم يعني ايه ابروسيس الداتا اساسك الهادوب. حاجه اسمها اتش دي اف اس اللي هو ازاي ان انت تخزن البيج داتا ده عن طريق الفايلنج سيستم بتاعه، وفي حاجه اسمها ماب ريديوس ان انت ازاي مش يعني ده كورس كامل ان انت تقدر تقراه واحده واحده، بس انت لو عايز تبدا تفهم يعني ايه بيج داتا وبارل بروسيسنج اقرا في الهادوب وتبدا ان انت تشتغل عليه وتجرب ان انت تاخد الداتا سيت وتخلي يحصل بروسيسنج للداتا سيت دي ات ذا سيم تايم. هتلاقي الحاجه اللي انت كنت بتعملها مثلا تقعد معاك 5 دقائق بروسيس دي مش هتاخد منك ثواني. فانت اول حاجه ان انت عشان تعرف تديل وذ بيج داتا ان انت تبقى فاهم يعني ايه هدوب او سبارك او تختار حاجه موجوده اونلاين اصلا انت لو هتنزلها وتبدا تشتغل داتا سيتس. وفي ابعت لي بس على الايميل هبعت لك داتا سيتس كتيره بيج داتا، وكمان ازاي ان انت في توتوريال كتير ان انت ازاي تبروسس دي. عرفت تبروسس الداتا ان هي ازاي تشتغل، عايز بقى انت تشتغل في الجزء البيج داتا وان انت تبدا تعمل عليها عمليات، دخلت بقى في الداتا بيز اللي هي النو سيكوال، تفهم بقى ازاي تتعامل باللغه بتاعت الكاساندرا او اللغه بتاعت المانجو داتابيس اللي هي النو سيكوال داتا. دايما لما باجي ادرس النو سيكوال داتابيس لازم بدي الاول على الاقل 3 4 محاضرات في السيكوال. يعني بقول لك انت مش هتشتغل سيكوال ما تعرفش عن سيكوال، لازم الاول نفهم الريليشنال والاس كيو ال بعد كده نقوم قايلين النو سيكوال. فانت الموضوع ده لو انت ركزت فيه وهو الباشن بتاعك يعني ابتدي الاول خد الهدوب افهمه كويس، وما تخش على حاجه ثانيه غير لما تطبق على اللي انت قريته وفهمته كويس. تطبق عليه بان انت تجيب داتا سيت عشان ما تاخدوش ثيوريتيكال وخلاص، تاخد داتا سيت كبيره وتعمل لها بروسيسنج وتشوف ازاي ان هي بتبروسيس الداتا بسرعه، وبعد كده تبدا تدخل على النوسيك. هي دي السكيلز اللي انت محتاجها عشان تبدا على البيك داتا. وبرده يعني في البروجرام لانجويج بتاعت البيك داتا اللي هي الجافا، انا اخدت جافا او ار او بايثون او سكالا اي حاجه. انا اخدت جافا في اوركل لحد الموت فريد، فهل احتاج مثلا سكيلز اكتر اخد حاجات تانية اكتر من كده ولا لا؟ هي جافا كومباتبل معاها جدا. ان الطبيعي جدا كانت الناس عشان تعمل ابلكيشنز بيعمل انترفيس وفي ادابترز يكونكت على الانترفيس يجيب داتا ويرجعها، وكل شويه بقى نعمل ايه الاستيتمنت سيلكت ستيتمنت انسيرت ابديت الدي ام ال. فالبيج داتا الموضوع مش كده، الورث عندنا هو الداتا مش ابلكيشنز. فالداتا بقت فيها حاجات كتير جدا، والداتا لها انواع مختلفه في سيكول داتا بيز او اللي هي الريليشنال داتا بيز كلها بانواعها كلها. في النو سيكول معناها نوت اونلي سيكول، معناها انها ممكن تكون حاجات ستراكشرز ان ستراكشرز سيم ستراكشر شويه كده وشويه كده جيسون اوبجكتس وات ايفر، عندك بلك اوف داتا من ديفرنت سورسز. فبدل ما نعمل ابلكيشن يكونكت على الداتا دي، وات ايف ان احنا نشغل الابلكيشن دي بشكل ناتج شغال ديستريبيوتد بحاجه اسمها اتش دي اف اس اللي قلت عليه،
اللي هو هادوب ديسكريت فايل سيستم، يقسم لك الداتا دي شرايح بحيث ان انت الابلكيشن بتاعك كان بي ران اون توب اوف ذا داتابيس، وطلع لك نتائج اسرع بكتير جدا، عشان كده بقى الريدوس يشتغل كويس وطلع لك نتائج وحاجات اسرع بكتير جدا. فبقت التول اللي بتستخدمها انت اللانجوج اللي هتستخدمها عشان تعمل الكلام ده ما بقتش هي مهمه. البيزك نولج اوف جافا تخليك تقدر تعمل كوميونيكيشن وتكونكت وتجيب الداتا وتتعامل معاها وتعرضها بشكل معين. لو انت بتتكلم في بايثون بتتكلم في اي دوت نت وات ايفر التول بقى اللي بتتعامل عليها، هيبقى ابلكيشن مش بيتاتش الداتا بيز، هو بيران جوه الداتا بيز كفي ماب بروديوس بيشتغل معاه والاتش دي اف اس الاثنين دول قوام البيج داتا. مع احترامك بقى لكل الايه الثيوريتيكال اللي موجود في الداتا بيز بتاعت البيج داتا كلها، الفايل فيل اللي كنت بتكلم عنها ازاي تحول دوت لفاليو حقيقيه، ما انت مش عامل بيج داتا عشان مجرد هيوج اماونت اوف داتا عايز اوصل لها خلاص، مش هو ده الهدف. لان ناس كتير جدا فاهمه البيج داتا غلط، لان انا بجمع داتا بيز، انت مش بتجمع داتا بيز، لان الشغلانه بتاعت تجميع داتا بيز اسمها انتجريشن، داتا انتجريشن مش داتا، مش بيج داتا. بيج داتا يعني معناها الابلكيشن ويل بي ران اون توب اوف ذا داتا بيز وهياخد نتائجه من هنا، وبناء عليها ممكن ران مور ذا ران ابلكيشن والاثنين يطلعوا لي نتيجه واحده محدده ويطلعوا. عشان كده وفدنا كتير جدا البيج داتا في الداتا ساينس لانه طلع نتائج كويسه جدا. فطبعا يعني اذا هتاخدوا طبعا الهادوب السنوار بلاتفورم رقم واحد في الموضوع، والماب ريديوس وهتفهموا الموضوع كويس. في اربعه كمان تعدي المرحله دي ان انت تقعد تشتغل بيها وتشوف الموضوع بشكل كبير، والتولز الاساسيه ليها زي الار والبايثون والسكريبتنج. يعني السكريبتنج ده مش اتعلموا عليها كتير، يعني حتى لو حد ما يعرفش جافا سكريبت عيب، يعني لازم يعرف جافا سكريبت حتى كده فور فن. يعني انا مش معقول مش عارف جافا سكريبت كويس، لان السكريبت لانجوج كلها اللي هتتعلمها بعد كده كانت جي كويري ولا البايثون والكلام ده كله او بيرل او وات ايفر، حتى الكلام جي نوت جي اس انجلر جي اس كلها بيست اون سكريبتنج. يعني والسكريبتنج على علم الكمبيوتر او الموبايل والكلاود هو اللي رجعه تاني. احنا كلنا ماشيين هو بي، كلنا جافا، وكلنا انا رايحين نشتغل على ريست ابلكيشنز اوبجكت اوريينتد ابلكيشنز. انما الموبايل والديفايسز اللي هي السنجل بيج بيسموها كده انك تبقى سكريبت، ده كل سكريبت شغاله رجعك تاني الناس تشتغل. احسن ابلكيشن شغال بسكريبتنج وفي العالم وريوزبل هو اوبر، شغال نود جي اس، الباك اند بتاع نود جي اس في العالم كله بيروح على طول بتيون على طول الخدمه بتاعتك ونقلك لو واحد عمل ديسكونكت يكونكت واحد جديد فشغال كويس. فيعني ده ممكن يفيدك شويه وانت بتدرس البيج داتا. البيج داتا موضوع كبير وهتاخد الكورسات الاساسيه بتاعته، وزود الكورسات دي بالسكيلز اللي هتتعلمها بالتولز اللي ممكن تفيدك عشان تفيد معاك. ماشي، معلش بس سؤال تاني في برضه الداتا ساينس، مثلا في البايثون هل لازم برضه زي الجافا لازم ابقى ادفانسد مثلا فيها، ولا ممكن عادي اكمل برضه في الداتا ساينس بالبيزكس بتاعتي؟ حسب برضه حسب الابلكيشن اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تعمل ابلكيشن بسيط مش محتاج ان انت تاخد البيزك ساينتكس بتاعت البايثون، بس كبرته وحبيت تزود وتربط بكلاود وتعمل، انت محتاج ان انت تكبر حسب على قد ده على قد اللي انت عايزه. البايثون مش البايثون انت بتعرف تعمل بيه ايه ما بين طلبه الجامعات زي المسابقه اللي احنا هنعلن عليها النهارده. بنترين التالنت عن طريق الاكاديميات اللي بنبنيها، برضه احنا عندنا تعاون مع الجامعه الكنديه، عندنا في هواوي اكاديمي جوه الجامعه بنقدر ندرب فيها انستراكتورز، والانستراكتورز بيدربوا الطلبه وبيساعدوهم بشكل كبير جدا ان هو يفهم ان هم يفهموا التوبكس دي ويبقوا سيرتيفايد بيها. في ريكروت التالنت بنعمل طبعا ملتقى توظيفي بنعمله مرتين في السنه بيتارجت السيرتيفايد تالنتس اللي هم الليجيبل للتعيين، يعني بعد ما الطلبه بتتخرج من الكليه بنبدا نتواصل معاهم ونربط ما بينهم وما بين الشركات العامله في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بنوفر لهم الطاقه ده بحيث ان نساعدهم ان هم يلاقوا اوبورتيونيتيز ويلاقوا فرص كويسه للتعيين. مين التالنت اللي هيكونتريبيوت عشان يخلي مصر تبقى انتليجنت؟ الفيديو اللي جاي ده هيوضح، او قبل الفيديو لحظه واحده، قبل الفيديو هدي لكم فكره عن الايكو سيستم اللي اتكون في الاي تي بي. بدايه بدانا البرنامج في 2019 وكانت الاهداف بالنسبه لنا واضحه ان احنا نبني 100 اكاديميه، ندرب 200 انستراكتور علشان يدربوا 12000 تالنت، ويبقى عندنا 4000 سيرتيفايد تالنت، ويبقى في 100 ريكروتر يبداوا يعينوا من البول اللي اتكونت.
احنا وصلنا لايه في الاي تي بي؟ طبعا بدانا بالاكاديمي سبورت سنتر، وده اول بريدج اتعمل ما بين الاتش كيو والمعهد القومي للاتصالات. بقى عندنا 20 اكسبرت فاهمين في التقنيات اللي احنا بنقول عليها دي. بعد كده بنينا 70 اكاديميه بالتعاون مع جامعات مصر المختلفه الحكوميه والخاصه، وعندنا كمان تعاون مع وزارات وحكومات. بقى عندنا في الداتابيز عملنا اتراكت 30,000 تالنت، هم دول اللي بنقدر نوصل لهم عن طريق المسابقات. دربنا منهم في حدود 15,000 تالنت في الاكاديميات بتاعه هواوي وفي الكاريكولم اللي دخل في الكليه. بقى عندنا 5,000 سيرتيفايد تالنتس، وعندنا الكاريكولم داخل في 20 كليه، ووصلت الانستراكتور لاكثر من 400 انستراكتور معانا سيرتيفايد، 150 من المانجمنت ستاف، وعندنا ويب سايت هيتم اطلاقه مع وزاره الاتصالات، وعندنا في البول 43 ريكروتر علشان يبداوا يعينوا من التالنتس دول، و101 الف فولوور على الفيسبوك بيج، وتعاون مع 6 وزارات من الحكومات المختلفه. طيب الفيديو ده هيوضح زمايلكم اللي دخلوا البرنامج بتاع الاي تي بي واستفادوا منه ازاي. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. وبدأوا يتعرفوا على الكورس اللي بتقدمها هواوي وكده. انا فوق في تورونتو، وعلى فكره بالظبط كده، معانا نماذج لايف بتوضح اللي تم فيديو مش عارف يشغلوا الصوت. الايس تي كومبيتيشن، طبعا هو كان في فيديو برضه توضيحي بيوضح اللي حصل السنه اللي فاتت في المسابقه، بس خليني هحكي لكم ايه التجربه بتاعتنا. الحقيقه كانت فيري انسبايرنج جيرني تمت معانا السنه اللي فاتت في مسابقه هواوي ايس تي كومبيتيشن. العدد المشاركين معانا السنه اللي فاتت 23,000 طالب. انا يمكن هشغل الفيديو بس من غير صوت يعني يوضح برضه شويه تفاصيل. زرنا عملنا اكتر من 75 رود شو على مستوى الجامعات كلها وكونفرنسز، وشارك معانا 23,000 طالب، وبعد تصفيات على مستوى مصر نافسنا وصعدنا، نافسنا على مستوى شمال افريقيا، نافسنا دول زي الجزائر والمغرب وتونس، واخدنا مركز اول على الريجون. بعد كده التيمين اللي مثلوا مصر عالميا وصلوا للجلوبال، واخدنا مركز جراند برايس في الكلاود تراك، واخدنا سكند برايس في النتورك تراك. زي ما انتم شايفين كده السنه اللي فاتت عملنا تقريبا 120,000 كيلو، ثلاث لفات حوالين العالم حوالين الارض بما يعني تقديريا. طبعا الجلوبال رانك في الريجستريشن اخذنا مركز اول على مستوى العالم. ما بين 7 دول كانوا منافسين على مستوى شمال افريقيا اخذنا المركز الاول. تخيلوا الصوت بقى يعني. ده تيم الكلاود اللي اخذ الجراند برايس، من بين 82 دوله كانوا مشاركين اخذنا المراكز اللي انتم شايفينها دي. طبعا احنا كطلبه اكيد كلنا نفسنا ان احنا نفوز في مسابقه عالميه في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، فان شاء الله يكون في طلبه من سي اي سي معانا في الادوار النهائيه في المسابقه ان شاء الله السنه دي. طيب
ايه هي المسابقه السنه دي بقى 2021 2022؟ النهارده هنجاوب على 8 اسئله. مين يقدر يشارك؟ ايه هي الكاريكولم؟ المايلستونز بتاعت المسابقه، ازاي تسجل وازاي تذاكر وازاي تجوين الكلاسز بتاعه الكومبيتيشن، وايه هي الستودنتس اووردز وازاي تكومينيكيت معاه. هنبدا بمين يقدر يشارك. اي طالب يقدر يشارك في المسابقه. هاويفر الثري ميجرز كوميونيكيشن كمبيوتر ساينس وانفورميشن تكنولوجي هم دول اللي احنا بنتارجتهم في المسابقه، لان هم دول الطلبه ريليتد للاي سي تي ومجال الاي سي تي. ايه هي التراكس؟ عندنا تو تراكس. التراك الاولاني تراك النتورك، وهنا الطلبه هتذاكر داتا كوم وسكيورتي ودبليو لان. تراك الكلاود عندنا اي اي وستورج وبيج داتا وكلاود كومبيوتنج وكلاود سيرفيسز. طيب ايه هي المايلستونز بتاعتنا؟ احنا بدانا ريجستريشن طبعا في 16/9 ومكمل معانا ريجستريشن لغايه 1/12. فتره الاسسمنت، وهي دي اللي انتم مطلوب ان انتم تدخلوا وتذاكروا وتستعدوا للمرحله بتاعه الاسسمنت اكزام، دي اول مرحله من التصفيات اللي هي بعدها بنختار اوائل الطلبه على مستوى الكليات كلها، هم دول اللي بيكملوا معانا وبيمتحنوا في الناشونال، وبعد كده بيطلع منهم ناس تشارك معانا في النورث افريكا وبتشارك معانا في الجلوبال اكزام. طيب يبقى قلنا الاسسمنت اكزام هيبدا من 1/11 مكمل معانا لغايه 1/12. انت قدامك شهر تذاكر وتستعد وتدخل الامتحان. ممكن ليك اكتر من مره انت تدخل تمتحن الاسسمنت اكزام ده، ممكن مرتين. اول مره مثلا ما جبتش سكور كويس، فتقدر تدخل تاني وتمتحن وتجيب سكور اعلى. مرحله الناشونال اكزام، وهي دي اللي احنا قلنا عليها، بنختار اوائل الكليات كلها ويدخلوا يعملوا تصفيات على مستوى الجامعات كلها في مصر. بعد الناشونال اكزام بنختار 18 طالب، هم دول اللي بيكملوا معانا المراحل اللي بعد كده. 18 طالب دول بيتم تقسيمهم لست تيمات. ست تيمات بنبدا نختار منهم تيمين في مرحله السلكشن فيز. بنختار تيم نتورك وتيم كلاود. بعد كده دول هم اللي بيسافروا معانا ينافسوا على شمال افريقيا، وان شاء الله يكون في فرصه ويسافروا معانا في الصين للمسابقه العالميه. هتكون في شهر 5 السنه اللي جايه. طبعا النورث افريكا هيكون في شهر 2 والجلوبال فاينل هيكون في شهر 5، تمهيدا طبعا للاوردنج سيرموني اللي هيتم السنه اللي جايه ان شاء الله، هيتم فيه تكريم الطلبه كلها. ازاي نسجل؟ ده الويب سايت hawaiiacad.com. بندخل على الويب سايت وبنبدا نحط شويه انفورميشن، الاسم والتليفون والايميل. وطبعا الايميل والتليفون دي حاجه ضروريه جدا عشان نقدر نتواصل معاكم بعدها ونقول لكم على بقيه مراحل المسابقه. ممكن لو تقدروا تصوروا الصوره دي بحيث ان انتوا تشوفوا ازاي تسجلوا يكون افضل. طيب ازاي اذاكر؟ ببدا ادخل بعد ما اعمل مرحله الريجستريشن، ببدا ادخل اتشيك الماتيريال على الليرنينج سبيس بتاع هواوي والبلاتفورم بتاع هواوي. بس طبعا بختار انا هركز في اي تراك، في تراك الكلاود ولا في تراك النتورك. لازم المرحله دي تحددها من البدايه قبل ما تدخل تذاكر، لان هي دي اللي بناء عليها انت هتتوجه تذاكر الكورسز او التوبكس بتاعت النتورك او التوبكس بتاعت الكلاود. طيب ازاي اجوين هواوي كلاسز؟ هواوي كلاس طبعا احنا عملنا الكلاسز دي السنه دي عشان تساعد الطلبه في ان هي تفهم الماتيريال، لان طبعا في منكم طلبه لسه داخله الكليه فما عندهاش معلومات عن التوبكس دي. فعشان كده عملنا الكلاسز دي، هتشتغل في وقت مسائي بعد الكليه، وطبعا بيتم الاعلان عنها على السوشيال ميديا، على الفيسبوك بيج وعلى البلاتفورم، بتلاقوا بوستس بالشكل ده. وهوريكم طبعا الفيسبوك بيج ازاي توصلوا له وازاي تقدروا تتابعوا الكلاسز دي. طبعا ازاي ده كله ليه؟ عشان تنهانس النولج بتاعتك، لان كل واحد كل طالب هياخد سيرتيفيكيشن هيبقى ليه اكسترا بوينتس هتضاف للاسسمنت اكزام اللي هو هيدخله ويمتحنه. يعني زي مثلا احنا اخذنا اتش سي اي اي هتاخد 10 بوينتس، لو اخذت اتش سي اي بي هتاخد 30 بوينت، اتش سي اي هتاخد 50 بوينت. فدي عشان تنهانس وتدي لك اكسترا بوينتس في مراحل المسابقه.
طيب زي ما قلنا الاوردز بتاعت الكومبيتيشن احنا بنختار طبعا اول 200 طالب بعد مرحله الناشونال اكزام، هم دول اللي هم بنديهم الميدلز والاوردز. الميدل طبعا عندنا دايموند وعندنا بلاتينم وعندنا جولد وسيلفر وبرونز. الدايموند سوري البرونز طبعا بيتم تكريمهم في الثيرد انوال كونفرنس، وبعد كده بيجوينوا معانا كمان الاليت كوميونتي اللي احنا قلنا عليه، ده الكوميونتي اللي بيربط ما بين الناس السيرتيفايد والشركات العامله في مجال الاتصالات، بنقضيتهم بكل الجوبس بكل الاوبورتونيتيز، فبتبقى فرصه كويسه ان انتوا بعد ما تتخرجوا من الكليه تكونوا موجودين في الكوميونتي دوت تقدروا تتابعوا وتدوروا على جوبس. السيلفر طبعا نفس المميزات اللي قبل كده، بالاضافه ان احنا هندي لك فاوتشر اتش سي اي اي فور فري لو اخذت السيلفر اوورد. البرونز هو السيلفر طبعا نفس المميزات اللي فاتت وقلنا هنضيف عليها الاتش سي اي اي. بعد كده الجولد برضو بنزود عليها الفاوتشر فور فري للاتش سي اي بي. نيجي بقى للبلاتينم والدايموند، هما دول ال 18 طالب اللي احنا قلنا عليهم اللي هما هنختار منهم تيمين هما اللي هيكملوا معانا في المراحل اللي بعد كده. فطبعا البلاتينم والدايموند بيبقوا بوتنشال ان هما يشاركوا معانا في النورث افريكا اكزام والجلوبال فاينل اكزام. فطبعا نفس المميزات اللي فاتت بالاضافه للبوت كامب، كمان هيبقى في بوت كامب للطلبه عشان نساعدهم في مرحله السليكشن فيز ونقدر يبقى في استعداد كويس للامتحانات اللي بعد كده. الدايموند زي ما قلنا بيبقوا برضو هما دول اللي بيشاركوا معانا التو تيمز، واحد كلاود واحد نتورك، هما دول اللي بيشاركوا معانا في النورث افريكا، وان شاء الله لو اخذوا مراكز على مستوى الريجن بيبداوا ينافسوا على مستوى الصين، وان شاء الله يكون في سفر برضو السنه اللي جايه للعقد المسابقه هناك. ده برضو فيديو بيوضح الاوردنج سيرموني اللي تم السنه اللي فاتت بحضور ممثلين من وزاره الاتصالات ووزاره التعليم العالي، برضه هنتفرج عليه من غير صوت للاسف يعني. ده الاوردنج سيرموني اللي بيتم فيه تكريم الطلبه الاوائل في المسابقه. وطبعا معانا محمد احمد، اكيد حضرت الكونفرنس السنه اللي فاتت في قاعه المناره وشفت الاجواء كانت عامله ازاي. كده كده الفيديوهات دي كلها برضو موجوده على الفيسبوك بيج وعلى اليوتيوب شانلز، فلو حابين تتفرجوا عليها بقى بصوت هتلاقوها موجوده على مواقع التواصل دي. طيب ازاي تكومينيكيت معانا؟ طبعا ده لينك الريجستريشن والفيسبوك بيج، وده رقم الكول سنتر لو في حد عنده استفسار او اي حاجه مقابله الناس في مرحله التسجيل او في مرحله المذاكره، بنبدا نتواصل عن طريق الثلاث حاجات دول. برضو استاذنكم تصوروا الصوره دي هتفيدكم برضو في الفتره اللي جايه.
انترست يشارك. كويس كويس جدا. يعني افترض ان هو كل المميزات اللي بيتكلم عنها مميزات عامه، لكن لازم يبقى في مميزات بقى للسي اس عندنا. يعني اللي هيشارك كل شهاده او كل خطوه هتاخدها هتبقى بونص ودرجات ليك ايا كانت الكورسات اللي انت بتاخدها. طيب كويس ممتاز جدا. عشان بس ما حدش يقول طيب. عندنا حلم ان احنا نباور الشباب المصري كله علشان يكون تريد مارك تالنتس في موضوع التحول الرقمي. فطبعا اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تسجلوا معانا وتفوزوا معانا بالمسابقه وفي المراحل اللي بتكملوا معانا في المراحل النهائيه. بشكركم ولو في اي استفسار احنا جاهزين للرد على اي اسئله. في حد عنده اي استفسار؟ بس انا مش هسمعك طبعا. ف ايه معلش تاني؟ بالانس بين الجامعه والاسسمنت اللي انا عايز اخش. طيب انت كطالب جامعي بتقدر تحدد انت وقتك محتاج تركز في الدراسه الجامعيه امتى؟ الكورسات افيلبل على البلاتفورم تقدر تفتحها في اي وقت وتبدا تذاكرها. وزي ما قلنا بنعمل كمان كورسز في الاي اس تي كومبيتيشن عشان تساعد الطلبه، والكورسز دي هتبقى في فترات مسائيه، يعني هتلاقي مثلا بتبدا من 8 ل 11 او من 6 ل 10. الكلام ده كله هتلاقيه اناونسد على الفيسبوك بيج، فتابع الصفحه وهتعرف الكورسز دي هتتقدم امتى. بس حته البالانس دي زي ما قلت لك انت تقدر تحدد هتذاكر امتى الجزء بتاع الكليه وتخصص جزء للكومبيتيشن بعد ما تخلص الدراسه. زي ما قلت لك البلاتفورم تقدر تاكسسه في اي وقت، بمجرد ما بتبقى ريجسترد على البلاتفورم بيتفتح لك كل الماتيريال دي، تقدر تشيك الفيديوز وتشيك الكونتنت بتاع الكورس. تمام. المفروض انا بختار الميجر اللي انا اخش فيه يبقى عندي باك جراوند على حاجه ولا عادي انا ممكن اخش؟ يعني انت زي ما قلت لك انت لسه طالب سنه اولى، طبعا اكيد ما عندكش باك جراوند، بس الكورسز دي على البلاتفورم فيها ليها بري ريكويزيتس، تقدر تحدد ايه اللي انت محتاجه عشان تبقى فيت في الكورس ده. والكورسز برضه زي ما قلنا الانستراكتورز بتوع الاكاديميه هنا هيساعدوك ان انت تفهم الماتيريال دي. انت لو واقف في اي حاجه ممكن تسال اي انستراكتور موجود عندك هنا. عندنا الاكاديمي مانجر طبعا هنا للدكتور احمد. الدكتور احمد شاري هو الاكاديمي مانجر هنا في جامعه سي اي سي، فتقدر ترجع له لو في اي حاجه مش واضحه، هو هيدلك وهيفيدك ويقول لك روح للانستراكتور ايه يفهمك الجزء ده. الاكسترا بوينتس اللي احنا قلنا عليها دي هي اكسترا بوينتس ديورنج الكومبيتيشن، يعني انت الكومبيتيشن بدات السنه دي من شهر 9، فانت اي سيرتيفيكت هتبدا تاخدها ابتداء من نص 9 فانت كده دي تو بي كاونت معانا تتضخ لك كاكسترا بوينت. لا اللي قبل كده يعتبر خلاص انت خلاص الكفايت، فانت بتدور على حاجه ثانيه، بتدور على ليفل اعلى. يعني انت مثلا السنه دي السنه اللي فاتت اخدت كلاود اتش سي اي اي، فانت دلوقتي اللي جاي ايه؟
HCIP ما احنا عندنا في ثلاثه ليفل من السيرتيفيكيشن الاسوشيت والبروفيشنال والاكسبرت، فبتبدا تدور على الليفل الاعلى ده. طبعا هيميزك عن اي حد، خاصه كمان لما تتخرج ان شاء الله هتلاقي فرصه كويسه لو انت بقيت سيرتيفايد بروفيشنال في التوبكس دي. في حد هيسال هنا؟ الكومبيتيشن واضحه مفيش اي استفسار. احنا زي ما قلت في الاول خالص هدفنا ان احنا نوصل للصين، مش مجرد نوصل نتكرم في مركز المنار، عايزين نوصل للصين. احنا تجربتنا مع هواوي بقى لها حوالي 3 سنين، قدرنا في اخر مسابقه في احمد مبروك خد البرونز ميدل، في طالب من بيتك خد السيلفر ميدل، وجم معانا التكريم في مركز المناره السنه اللي فاتت. انا هدفي ان شاء الله السنه الجايه يبقى في اكبر عدد في المناره، ويبقى في تيم بيمثل CIC في الصين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا اوريدي مع الدكتوره ايمان عملنا مع هواوي جبنا منهم حوالي 100 باوشر للبيج داتا. اهدافنا برضك ان ال 100 طالب ده يجتاز الباوشر زي احنا جايبين المستوى الاسوشيت، بعد كده ان شاء الله السنه الجايه تاخد البروفيشنال، بعد كده تاخد الاكسبرت. هواوي عندهم ميزه ان هم عاملين حاجه اسمها تالنت بانك. يعني ايه تالنت بانك؟ ان الطلبه اللي هو سيرتيفايد يبقى يحطوا عنده في الداتا بيز. اي شركه سواء كانت هواوي او شركه تبعها ممكن تبقى بترشح الطلبه ديت انها تتعين في الاماكن دي. فانت من دلوقتي حط الهدف بتاعك في خلال الثلاث سنين او الاربع سنين اللي هو طول الكليه CS ان تطلع من CS. عندنا في خمسه تراكس: بيج داتا واي اي كلاود كومبيوتنج وسكيورتي وراوتنج وسويتشنج. متاح تاخد فيهم الداتا ليفلز اللي هو الاسوشيت والبروفيشنال والاكسبرت، بالاضافه لشهادات اللي احنا ممكن بعد كده ان شاء الله نحاول نتعاون مع بقيه الشركات. بس المتاح حاليا في الترم ده مع الدكتوره ايمان، والدكتوره ايمان ممكن تشرح بالتفصيل البيج داتا، وان شاء الله الترم الجاي ممكن نفتح الاي اي للانترست. اي حد عنده اي استفسار انا موجود في مبنى CS في روم 302، سواء كان ككومبيتيشن او كحاجه ريليتد لي هواوي، وانا لو في مشكله حتى انا هكونتاكت مع المهندس عمرو والمهندس محمد الشافعي، يعني اكثر من متعاونين معانا وبنشكرهم جدا 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 يعني. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. هنخلص الكونفرنس دي بره ريجستريشن. مارك والتيم معاه يعني ايه دول قاعدين معاكم لحد ما كل واحد يعمل اكونت ويرجستر في المسابقه. احنا بس عشان نوثق اللحظه الكويسه ديت هناخد صوره معاكم كده وانتوا قاعدين زي ما انتم. دكتور ايمان وتيم هواء ناقص زي ما انتوا قاعدين بالظبط، صوره للذكرى.